الخير على حضراتكم ومساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم في يوم جديد وحلقه جديده من المحترف في الدوري المصري. الحقيقه انا سعيد جدا ان اكون متواجد مع حضراتكم في اولى ايام عيد الفطر المبارك. كل سنه وحضراتكم طيبين. بمناسبه طبعا العيد المبارك، يا رب مصر دايما تكون في اعياد وافراح وكل المصريين ان شاء الله يكونوا سعداء. النهارده الحقيقه عيد وعندنا النهارده حلقه مميزه جدا، النهارده ان شاء الله قبل ساعات قليله جدا من مباراه كبيره، مباراه مهمه في دوري الابطال الافريقي، هي مباراه النادي الاهلي مع فريق الرجاء المغربي. طبعا مباراه النوك اوت ودور الثمانيه من دوري الابطال السنه دي ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكون بطل هذه النسخه. كالعاده دايما احنا بنحارب على اللقب، كالعاده يعني النادي الاهلي دايما بيكون مصدر سعاده لكل الجماهير المصريه وخاصه الجماهير الاهلاويه. الحقيقه كلمه السعاده والفرحه ارتبطت بالنادي الاهلي وخاصه في يمكن الايام والاسابيع الاخيره من رمضان وفتره انتصارات متتاليه للنادي الاهلي. الحقيقه على صعيد كل الالعاب تقريبا حقق النادي الاهلي بطولات كتيره جدا على مستوى الالعاب الجماعيه، بنتكلم على السله واليد والطايره وبنتكلم على رجالي ونسائي. يعني الحقيقه كل الاسبوعين اللي فاتوا كنا متابعين مباريات النادي الاهلي في الالعاب الجماعيه، وطبعا تفوق ابطال النادي الاهلي على الصعيد الرجال والسيدات. اخرها زي ما حضراتكم شايفين الانجاز الكبير امبارح، فتيات الكرة الطايرة بتفوز بدوري الدوري العام وطبعا على حساب النادي الزمالك. الحقيقة كان فوز مهم جدا لأن احنا جينا من بعيد، يمكن دي كانت المباراة الفاصلة. المباراة الأولى كانت فوز نادي الزمالك، المباراة الثانية فوزنا النادي الأهلي فاز بيها وكانت مباراة صعبة جدا، ولكن زي ما احنا شايفين فرحة طبعا بطلاتنا أبطال الكرة الطائرة، وزي ما بقول لحضراتكم فرحة كانت كبيرة جدا لأن كانت كمان بطولة مفضلة لطبعا بطلات النادي الأهلي في الكرة الطائرة. الحقيقة كمان كان في فوز زي ما بقول لحضراتكم مش الكرة الطائرة بس، كان في فريق السلة اللي فاز كمان ببطولة كأس مصر وطبعا حقق طبعا فوز كبير على نادي الزمالك. الحقيقه كمان بناتنا في كره اليد خدوا كاس مصر، فالفرحه صدقوني دايما مصدرها هو النادي الاهلي وكل جماهير النادي الاهلي. الحقيقه الاسابيع الاخيره فرحانه حتى على مستوى الفرق، كره القدم في حته تانية اكيد، لكن بنكون سعداء وكنا بنتفرج على مباريات ومشدودين جدا مع كل نقطه، فرحانين ببطلاتنا، فرحانين بابطالنا على مستوى كره السله، سعادة كبيرة جدا جدا. والفرحة جميلة يا جماعة، الفرحة دي اللي حضراتكم شايفينها بنات الطايرة الحقيقة قدموا مباراة واحدة، لا قدمت الحقيقة بعد المباراة الأولى والهزيمة المباراة الثانية والمباراة الثالثة، يعني قدموا أداء ولا أروع الحقيقة، وكانت بطولة غالية جدا جدا، ويعني كان ليها مذاق خاص، والناس اللي عارفة مذاق خاص يعني ايه اكيد هيوصلها الرسالة، لكن كانت مذاق خاص بالنسبة لي طبعا سيدات وبناتنا في ابطال الدوري المصري لكرة الطائرة. اكيد طبعا المنافسة شديدة على المستوى طبعا كل البطولات، ولكن النادي الاهلي تعودنا، والنادي الاهلي دايما بيلعب على المركز الاول، بيلعب على دور البطولة، وده الحقيقة اللي كمان فريق كرة القدم بإذن الله متعود عليه، وان كل الناس بتشتغل علشان ان شاء الله باذن الله تتوج بكل البطولات الباقيه السنه دي. عندنا بطوله الدوري، عندنا اريحيه كبيره، عندنا بطوله السوبر اللي جايه، عندنا بطوله افريقيا، عندنا بطولات كثيره جدا. الحقيقه الامر مش سهل لان انت بتلعب كل 3 4 ايام مباراه في اجواء مختلفه، بتلعب في مصر وبتروح على افريقيا وبعدين بتروح على ان شاء الله السوبر في ابو ظبي. الحقيقه المنظومة إن شاء الله هنتكلم مع ضيوفنا النهاردة الكابتن ماهر همام والكابتن عمرو الحديدي، هنتكلم إزاي كمان كولر قادر يدير هذه المنظومة الحمد لله بشكل أكتر من رائع لغاية دلوقتي. الموسم ده الأهلي مثلا يعني بقول لحضراتكم حصد على كل المنافسات تقريبا، كل البطولات تقريبا على مستويات الكرة الجماعية، تفوق على المنافس القوي نادي الزمالك تقريبا في كل الألعاب على مستوى السلة والطايرة واليد، وإن شاء الله بإذن الله هو ده النادي الاهلي.
احنا بنحب الكوره، ولكن كمان مجلس اداره النادي الاهلي مهتم بالالعاب الجماعيه، لان خلاص دخلنا عالم الاحتراف، وهتلاقي في كل لعبه موجود اكتر من لاعب محترف اجنبي على مستوى عالي جدا، سواء في كره السله او في الطايره، حتى على مستوى الرجال والسيدات. ان شاء الله باذن الله تستمر الفرحه دي بكره، لان دي مهم جدا. ان شاء الله فريقنا يحقق انتصار يطمن فريق الرجاء، فريق طبعا يحترم، فريق جيد جدا. المباراه ان شاء الله بكره باذن الله هتكون محاطه بجماهير النادي الاهلي. ولما اتكلم على جماهير النادي الاهلي بقول السلاح الاقوى للنادي الاهلي، وده مش كلامي، ده كمان كلام مستر كولر اللي قاله بعد طبعا المباراه العظيمه امام الهلال السوداني في دور المجموعات، وقد ايه كان الراجل فخور ومنبهر بجماهير النادي الاهلي. عايز اقول له مستر كولر، لا ده انت كمان تتفرج على جماهير النادي الاهلي لما السعه الاستاد تكون كامله. هو سعيد وقال ده في المؤتمر الصحفي ان هو كان سعيد جدا بتواجد الجماهيري ومسانده الجماهير، وقد ايه ان كانت جماهير النادي الاهلي ليها دور السحر في هذه المباراه، وان شاء الله باذن الله دورها هيكون مهم جدا في مباراه بكره. كل تفاصيل المباراه ان شاء الله هنتكلم النهارده عليها النهارده في حلقتنا، طبعا مباراه الاهلي والرجاء، هنتكلم على الارقام، هنتكلم على طريقه اللعب لفريق البطل المغرب، وغيرها كمان من الاحصائيات المهمه جدا. هنتكلم على الجزء الرقمي والتحليل الفني بشكل مكثف شويه مع ضيفنا النهارده محمد الباز، متخصص في الكره العالميه. كمان هيكون في فقره بقى فنيه حواريه ما بيني وما بين اتنين من نجوم النادي الاهلي، زي ما قلت لحضراتكم، الكابتن الكبير ماهر همام والكابتن الكبير عمرو الحديدي. هنتكلم معاهم في تفاصيل المباراه، شايفين المباراه ازاي، نتكلم في بعض الامور الفنيه، كولر هيشتغل ازاي، فريق الرجاء هيشتغل ازاي امام النادي الاهلي في مباراه بكره. كل ده ان شاء الله هيكون مع حضراتكم النهارده. كمان عايز اقول لحضراتكم ان احنا هنا في قناه النادي الاهلي هيكون في بكره ان شاء الله زي ما متعودين دايما استوديو تحليلي باذن الله قبل المباراه، وطبعا مع كابتن ايمن شوقي ونجوم التحليل اللي هيمتعونا ان شاء الله، وتكون ان شاء الله سهره سعيده على جماهير النادي الاهلي وجماهير مصر. قبل ما اخش في اخبارنا، تعالوا كمان نعرف المباريات دور الثمانيه في بطوله افريقيا ومواعيدها، لان كمان ده مهم جدا. النادي الاهلي طبعا هو طبعا شاغلنا الشاغل، ولكن كمان نحب نعرف الاربع مباريات اللي في دور الثمانيه اللي على اثرها ان شاء الله. اللي هيفوز بالنوك اوت هيصعد لدور الاربعه او دور قبل النهائي ان شاء الله. الجمعه بكره شبيبه القبائل امام الترجي الرياضي، غير طبعا النادي الاهلي. طبعا يوم السبت النهارده، يعني يوم الجمعه 21 ابريل، شبيبه القبائل مع الترجي، وبكره ان شاء الله سيمبا مع الوداد الرياضي، الاهلي ان شاء الله مع الرجاء، وشباب بلوزداد مع سان داونز. دي الاربع مباريات ان شاء الله النادي الاهلي يحقق نتيجه، زي ما بقول لحضراتكم نتيجه تطمن. يعني عايز اقول لكم خلاص ما بقاش دلوقتي في بره وجوه، صدقوني. يعني بنشوف كده في الشامبيونز ليج ما فيش بقى خلاص مباراه بره ومباراه جوه. النادي الاهلي ان شاء الله باصص على البطوله، يبقى يحقق نتيجه ان شاء الله كويسه تساعده شوية في مباراة العودة في المغرب. لكن خلي بالك النادي الأهلي إن شاء الله زي ما بقولك، يعني اللعيبة كلها مركزة، الجهاز الفني مركز، مجلس إدارتنا متابع، وكل الدعم لفرقتنا للوصول للمباراة النهائية. فالنهاردة لما أتكلم مع نجومنا في الاستوديو النهاردة أو في حلقتنا النهاردة، الناس كلها كانت ساعة القرعة يا الرجاء فريق كبير، مفيش شك نادي الرجاء فريق كويس، يعني فريق قوي، ولكن احنا النادي الاهلي، يعني احنا كمان النادي الاهلي. يعني اعتقد يمكن يكون القلق شويه عند الاخوه المغاربه، لانك بتلعب بطل يعني حصل على يمكن 11 نسخه من هذه البطوله، وان شاء الله باذن الله يعني نكملها على خير. فالقلق الإيجابي لازم يكون موجود، احترام الخصم ده مهم جدا، احترام الخصم لازم يكون موجود، الاستعداد بتركيز عالي جدا من اللعيبة والجهاز الفني لازم يكون موجود، الأخذ بالأسباب والقوة والتحدي داخل الملعب وروح الفانيلا الحمراء ده لازم يكون موجود.
مفيش فرقه بتعتمد دلوقتي على تاريخها بس. ريال مدريد ما بيعتمدش على تاريخه بس، البايرن ما بيعتمدش على تاريخه بس، النادي الاهلي كمان ما بيعتمدش على تاريخه بس، لكن بيعتمد وبياخد من تاريخه الثقه. والثقه ديت ان شاء الله يعني تترجم في داخل الملعب بقوه وشراسه ويعني اصرار كبير جدا على الفوز. مباراه مهمه مفيش شك، ولكن انا في اعتقادي ان شاء الله قد تكون مباراه سهله، قد يكون مباراة سهلة لو النادي الأهلي بكامل تركيزه، لو النادي الأهلي عمل بعض النقاط إن شاء الله ربنا يوفقه فيها، نجيب جون بدري في التاني، نلعب كورتنا اللي متعودين عليها واللي النادي الأهلي كمان معودنا عليها خلال المباريات اللي فاتت. أعتقد يعني إن شاء الله بإذن الله تكون مباراة إن شاء الله الطريق للوصول لنصف النهائي. طيب تعالوا مع حضراتكم نشوف النهاردة عندنا أخبار إيه في حلقتنا النهاردة، واكيد هنبدا باخبارنا بالنادي الاهلي. محمد الغزاوي طبعا عضو مجلس اداره النادي الاهلي كان في استقبال وفد نادي الرجاء المغربي الشقيق خلال زيارته في مقر النادي الاهلي بالجزيره، واللي جاءت تزامنا مع ترتيبات المباراه المرتقبه ان شاء الله ما بين الفريقين غدا السبت في ذهاب دور ربع النهائي من منافسات دوري ابطال افريقيا. ضم وفد الاشقاء كلا من مهدي عفير رئيس البعثة وخالد فكريني نائب رئيس النادي وحمزة ساري مدير النادي والحسيني عبد الفتاح رئيس اللجنة التنظيمية بالنادي. رحب طبعا محمد الغزاوي بوفد نادي الرجاء المغربي مؤكدا على العلاقات الوطيدة ما بين الناديين التي لا تتوقف على نتيجة أي مباراة، انطلاقا من روابط الأخوة التي تجمع النادي الأهلي وكافة الأندية المغربية. الوفد وجد فريق النادي الأهلي كل الدعم أكيد والمساندة من كل الجماهير المغربية العزيزة أثناء المشاركة أكيد في كأس العالم للأندية في فبراير الماضي. جدد الغزاوي طبعا التأكيد على استعداد النادي لتلبية كافة متطلبات بعثة نادي الرجاء وتوفير سبل الراحة للفريق وجماهيره اللي هتحضر مباراة الغد إن شاء الله. في ختام الزيارة قدم الغزاوي طبعا درع وعلم النادي وقميص الفريق إلى نائب رئيس بعثة نادي الرجاء الذي بدوره طبعا قدم هو الآخر درع وقميص الفريق المغربي ونسخة من كتاب ملحمة الرجاء. خبر طبعا النادي الأهلي وفرقتنا اللي اختتمت، فريق النادي الأهلي اختتم بقيادة طبعا المدير الفني مارسيل كورال استعداداته لمباراة الغد إن شاء الله أمام الرجاء البيضاوي بربع نهائي دوري الأبطال، وإن شاء الله المقرر اللعب فيها غدا على استاد الرعب استاد القاهرة. الحقيقة الاستعدادات كانت على المستوى البدني والوقوف على كل التفاصيل، بنتكلم على كمان الاستعداد المعنوي ده مهم جدا جدا. والنهارده الحقيقه كان في نوع كمان من التفاؤل ده مهم جدا، يعني في نوع من التركيز لكن كمان في نوع من التفاؤل. زي ما حضراتكم شايفين كل الناس في دايره بيتكلموا مع بعض، ده تمرين النهارده بيتكلموا مع بعض، كل الناس موجوده يعني طبعا بيقروا الفاتحه بدايه لتدريبها ان شاء الله. يا رب كل الناس يعني يبعد عنها الاصابات ويكون ان شاء الله بدايه موفقه. زي ما بقول لحضراتكم مارسيل كولر هو رجل التفاصيل الصغيره، ومش على مستوى بس بره الملعب، لا كمان على مستوى داخل الملعب، كل ترتيبه صغيره بيشتغل عليها كل صغيره وكبيره بيشتغل عليها داخل الملعب، من طبعا نواحي فنيه، من نواحي تكتيكيه، كمان على المستوى الفردي بيتعامل مع اللاعبين بشكل اكتر من رائع. الحقيقه الكل عارف اهميه هذه المباراه، الكل عارف اهميه مباراه بكره ان شاء الله. وزي ما بقول لحضراتكم انك عارف اهميه المباراه، شايفين طبعا كل حراس المرمى بيشتغلوا، اذا كان الشناوي علي لطفي حمزه ومصطفى شوبير كلهم مركزين وكلهم ان شاء الله باذن الله يعني يكون اللي هيلعب فيهم موفق باذن الله بكره. اللعيبه كلها مركزه زي ما حضراتكم شايفين، وده المهم. يعني دايما ليله المباراه شويه بتبقى كل لعيب على حسب دي طبعا في طقوس معينه بيقوم بيها، لكن التدريبات الجماعيه وخاصه ليله المباراه هي بتكون احماء، شويه احماء صغير، فك العضلات شويه، لو في جزء تكتيكي المدير الفني بياكده في بعض، زي ما انتم شايفين يمكن في بعض شويه مش هقول جزء بدني ولكن ده جزء من الاحماء، بعد الاحماء بيكون في شكل تكتيكي، ممكن يكون في شكل من اشكال تاكيد على الكرات الثابته وغيرها من الحاجات اللي هيتاكد ان شاء الله عليها في مباراه بكره.
النهارده كمان يعني زي ما بتكلم على كولر بتكلم على التفاصيل كمان الصغيره. يعني انا كولر عجبني جدا فيه ان هو مهتم جدا بالتفاصيل الصغيره ومهتم جدا جدا كمان بعمليه الروتيشن، عمليه التدوير ما بين اللاعبين. الراجل بيشتغل في بطولات كثيره جدا جدا، حتى هو على المستوى البدني بيشتغلوا، بعض اللعيبه بتبقى موجوده في الجيم، بعض اللعيبه بتبقى موجوده في الملعب، اللي عنده اصابات وعايز يرجع ليه برنامج بتاعه وبينفذه. الحقيقه الجهاز الفني بالكامل والجهاز الطبي بالكامل الحقيقه بيعمل بشغل اكتر من رائع. الحقيقه مارسيل كولر كمان، تعالوا مع بعض كمان يعني ارجع لي عشان هنشوف كمان مارسيل كولر قال ايه على المباراه. يعني كولر بيتكلم عن المباراة وزي ما حضراتكم يعني متابعين، تعالوا أنا وإنت وحضراتكم نشوف كولر قال إيه عن مباراة بكرة الهامة جدا في مشوار النادي الأهلي للحصول على البطولة الأفريقية. إن شاء الله من المباراة ومبسوطين جدا أكتر إن الجمهور بكرة إن شاء الله هيكون مقفل الإستاد. Wir wissen aber auch, dass es ein schwieriges Spiel wird gegen einen starken Gegner, der in seiner Gruppe den ersten Platz geholt hat. Also كان احنا عارفين كويس ان هو هيبقى ماتش صعب ضد فريق كبير، فريق صعب جدا، فريق كان متصدر مجموعته ودوري المجموعات. Und dementsprechend ja, denke ich ist natürlich auch der Fußball in Marokko ist, hat mehr Ansehen bekommen, auch durch das, dass die Nationalmannschaft ins Halbfinale gekommen ist bei der Weltmeisterschaft. كمان الكرة المغربية بتشهد طفرة كبيرة الفترة الأخيرة ومنشافة جدا على مستوى العالم، بالذات بعد أداء المنتخب المغربي في كأس العالم والنتائج اللي بعد كده، فالكرة المغربية في تطور ملحوظ. Und dementsprechend weiß ich auch, dass es dass sie hervorragende Spieler haben, die ja, sehr gefährlich sind, sehr gut kombinieren können. Und dementsprechend ja, werden wir uns oder sind wir vorbereitet und wissen auch, was zu tun ist. فبالتالي انا عارف ان فريق الرجاء عنده لعيبه كويسه جدا، لعيبه كبيره، لعيبه مهاراتها عاليه، بتعرف ان الكره كويس، بتلعب كره كويس جدا، وبالتالي فانا عارف انهم خطيرين جدا، ده كله احنا عارفه، وبالتالي احنا متحضرين كويس للمباراه ومستعدين وواخدين الامور بجديه. زي ما حضراتكم شفتوا وسمعتوا معايا يعني الراجل مركز، كولر من النوع المدربين المركزين، لما حتى المؤتمرات الصحفيه بيطلع فيها بيكون تحس في كلامه نوع من انواع الهدوء، ولكن ليها اهدافها. يعني عجبني جدا ان هو بيقول لك لا ده اكيد هو فريق كبير وفريق خطر وكان متصدر مجموعته في دور المجموعات، لكن نقطه كمان ان هو عندهم لعيبه كتيره، عندهم مهارات فنيه، بيقدروا يلعبوا كوره بشكل كويس. يعني زي ما حضراتكم عارفين هو كمان بيأكد الرسالة إن حتى لو في لعيبة غايبة عن فريق الرجاء أعتقد مش هيكون لها التأثير الكبير، ودايما الفرق الكبيرة بيكون التأثير مش هقول لك مش موجود، ولكن اللعيبة اللي بتاخد فرصتها واللعيبة اللي هتاخد فرصتها بكرة بديلا أو مكان اللعيبة المصابة، تخيل الوضع بالنسبة له إيه دلوقتي. هو بيحلم بالمباراة ديت، بيلعب قدام النادي الأهلي، فريق كبير جدا، بيلعب في القاهرة قدام في استاد الرعب قدام 50-60 ألف متفرج، بيلعب في يعني دور الثمانية في بطولة كبيرة زي بطولة دوري أبطال أفريقيا، وبالتالي هو ده بالنسبة له حافز كبير جدا، يعني حافز كبير جدا. حتى اللعيبة على مستوى الفريق الرجاء اللي ما كانتش بتلعب أو هيكون ليها مشاركة جديدة بكرة، أعتقد ده دوافع كبيرة جدا 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 تكون موجودة في استاد القاهرة، بتلعب قدام النادي الأهلي، بتلعب مباراة كبيرة، الأجواء جميلة جدا، أجواء رياضية، ملعب ممتاز. فزي ما بقول لك زي ما بقول لحضراتكم ان يعني كمان الغيابات مش هتكون غيابات مؤثره بشكل كبير على فريق الرجاء، بالعكس قد تكون حوافز ودوافع لفريق الرجاء ولاعب الرجاء. زي حضراتكم شايفين دلوقتي كمان لقطات من تدريب فريق الرجاء النهارده قبل اللقاء بكره ان شاء الله، بيتمرن اكيد على استاد القاهره وبيستعد بالشكل المناسب زي ما بقول لحضراتكم دايما ليله المباراه،
وخاصة يعني في المباريات الكبيرة بيكون التدريبات عبارة عن 45 دقيقة، بيكون في بعض الإحماء وفي تبادل بقى الكلام ما بين المدير الفني بعض اللعيبة، الشكل اللي هيلعبوا بيه، يعني كل دوت من الأمور الفنية اللي بتكون قبل ليلة المباراة. ما بيكونش فيه تركيز كبير على النواحي البدنية زي ما اتكلمت مع حضراتكم، تركيز على كرات ثابتة، التركيز على جزء من خطة اللي هتعمل بيها أو هيشتغلوا بيها بكرة، تأكيد على بعض اللعيبة من خلال وجودهم في التدريب. فكل دوت أمور بتدار يعني قبل ليلة المباراة. الحقيقة كمان محمد الشناوي كابتننا النهاردة قال كلام مهم جدا عن مباراة بكرة، تعالوا نشوف قال ايه. اكيد زي ما الكوتش اتكلم الفترة اللي فاتت احنا بنحضر للمباراة، كان في محاضرة امبارح زي ما الكوتش قال هيبقى في محاضرة النهاردة، الكوتش بيتكلم في كل حاجة، بيتكلم في كل التفاصيل اللي حضرتك بتقولها. واللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي لعيبه عندها خبرات بقالها فتره كبيره بتلعب في افريقيا، وعارفه يعني ايه ماتشات في افريقيا، وعارفه يعني ايه فريق زي رجاء او شمال افريقيا عامه، بيبقوا عارفين ازاي اتعامل معاها من غير ما اقعد معاهم، من غير ما اتكلم معاهم، خلاص هم بقوا عندهم خبرات. والكوتش بصراحه بقى بيتكلم في كل التفاصيل، وبيبقى مش لازم يعني نقعد نتكلم كتير في الموضوع، احنا اهم حاجه بس نكون في الملعب وتركيزنا في الملعب، والفتره الجايه ان شاء الله ده اللي احنا ماشيين عليه، وبكره ان شاء الله ربنا يوفقنا، واهم حاجه نرجع بالمكسب ان شاء الله. شكرا. أكيد طبعا الاختلاف إن الرجاء الفترة دي فريق قوي جدا زي ما كنتش قال، والناس كلها شايفة الفترة اللي فاتت، وهم مغيرين أعتقد داخلين في 12 صفقة 11 صفقة حاجة زي كده. ده الاختلاف، إن في لعيبة كتير مش موجودة في السنة اللي فاتت واللي قبليها. طبعا هم دلوقتي محضرين بشكل كويس كفرقة وكمجموعة، وطبعا احنا عارفين ده كويس، والفتره اللي فاتت دي احنا بنحضر بنفسنا بشكل كويس مع الجهاز الفني، وطبعا في الاول وفي الاخر احنا بنحضر بنفسنا بشكل كويس، واهم حاجه في الملعب والتوفيق لينا، واهم حاجه تركيزنا في الملعب بس. هل ممكن ان هذا الموسم ان الاهلي متخوف من الرجاء بحكم ان الرجاء قام بتغيير جذري في الاداره وفي اللاعبين، خصوصا ان لقب دوري ابطال افريقيا هو اللقب الوحيد اللي يمكن الرجاء انه يلعب هذا الموسم؟ لا، هو الاهلي ما بيخافش، عشان ما تقولش بس خايف من مباراه، لا احنا مش بنخاف، احنا بنعمل احترام لاي فرقه من لعيبه من شمال افريقيا من اي فرقه في افريقيا، احنا بنحضر وندي اي فرقه احترام ليها. هم كويسين الفتره اللي فاتت وعندهم 12 صفقه، عاملين صفقات كتير، واحنا برضو بنحضر، احنا اهم حاجه نحضر لاي فرقه ونديها احترام. احنا عندنا المباراه بكره وبنركز لها وبنحضر لها، يعني حتى في اي فرقه في افريقيا صغيره كبيرة احنا بنديها نفس الاحترام، ده اهم حاجة. لو احنا ما اديناش للمباراة اهميتها هننزل مش مركزين، اما بالنسبة لنا احنا بندي لاي فرقة احترام وتركيز، عشان كده ربنا يكرمنا بكرة ويوفقنا، والفرقة والنادي كله والفرقة الاهلي عارفين يعني ايه قيمة المباراة بكرة، عشان كده احنا مركزين بشكل كويس. عجبني جدا كلام الشناوي، ويمكن الجزء المهم في كلام الشناوي الجزء الاخير اللي قاله احنا الاهلي ما بنخافش. بعض الصحفيين خلي بالكوا ممكن يطلع يقول لك الشناوي بيقول انا مش خايف من الرجاء، ده بيترجم على المستوى الجماهيري نوع من انواع الزعل شويه، مع انه مش صح يعني ده مش صح، يعني عمليه الخوف مش لازم انا اخاف منك يعني، لكن الشناوي قالها وشرحتها. يمكن قبل ما نسمع الشناوي، النادي الاهلي بيحترم الجميع، النادي الاهلي بيحترم نادي الرجاء، النادي الاهلي ما بيخافش من انديه على المستوى الفني، ما بنخافش، وده يعني مش كلمه يعني بصراحه ما تزعلش حد. النادي الاهلي ما بيخافش، لكن النادي الاهلي بيحترم، النادي الاهلي بيسعى، النادي الاهلي بيحضر، النادي الاهلي بيذاكر، النادي الاهلي بيركز. هو ده النادي الاهلي اللي احنا يعني عارفينه، لكن ما فيش حاجه اسمها خوف. بقول لحضرتك ما فيش حاجه في يعني الفرق الكبيره اسمها خوف، في عمليه تركيز، في عملية احترام للمنافس، وكمان صدقوني الاحترام
لازم يبان في الملعب قدرات النادي الأهلي وقدرات أي منافس آخر، وده من الحاجات اللي كانوا المدربين الكبار دايما بيتكلمونا عليها. بدايات المباريات الكبيرة لازم بتبين للي قدامك إمكانياتك. نادي الرجاء أكيد أكيد بيحترم النادي الأهلي بتاريخه وبطولاته، فأنت لازم مع بداية المباراة أو الربع ساعة تثبت هذه المقولة وتأكد لنادي الرجاء لا إحنا فعلا نادي كبير، إحنا فعلا النادي الأهلي، وإحنا فعلا قادرين إن شاء الله بإذن الله إن إحنا نفوز على أرضنا. هي دي الرسالة، مش بقى رسالة الكرة، الرسالة مش الرسالة الفنية التكتيكية، لا ده على مستوى الإصرار، على مستوى الثنائيات، على مستوى الجري، على مستوى الالتحامات، على مستوى التركيز، على مستوى القوة البدنية، على مستوى الهجوم، على مستوى الدفاع. انت بتتكلم على حاجات مهمة جدا، انك بتبين او بتظهر للخصم انك المباراة ديت احنا ابطالها وان احنا هنخرج فائزين بهذه المباراة. وبعدين تخش بقى في اجواء المباراة، بعد 10 دقائق 12 دقيقة تبدأ تشتغل شغلك الفني، الشوط الثاني بيكون فيه بعض التغييرات التكتيكية او كل الامور اللي احنا عارفينها. لكن عجبني جدا كلام الشناوي الحقيقة، واتكلم في كذا نقطة، منها طبعا النقطة اللي قلت لحضراتكم النادي الاهلي ما بيخافش، النادي الاهلي بيحترم وبيركز وبيشتغل وبيذاكر وان شاء الله بيفوز. اتكلم كمان على ان ده الرجاء مش بتاع السنتين اللي فاتوا، ده فريق جديد تماما، عنده 12 صفقة جديدة، وبالتالي عنده قوام من اللعيبة مميز جدا، لعيبة عندها امكانيات بدنية وفنية عالية. اتكلم ان الرجاء من الفرق القوية جدا في هذه البطولة، وقدم أداء جيد جدا وكان بطل المجموعة. كل دوت قاله الشناوي، بنأكد تاني إن إن شاء الله النادي الأهلي قادر بإذن الله للصعود للمباراة قبل النهائية، وبالتالي إن شاء الله الوصول بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله ناخد هذه الكأس الغالية اللي أحلام جماهير النادي الأهلي كلها موجودة في هذه الكأس. نروح برضو لأخبار الرجاء بالنسبة في المغرب. أكد موقع المغرب سبورت إن عزيز البدراوي رئيس نادي الرجاء أكد للاعبته إن في صعوبة طبعا في التكهن بنتيجة مباراته أمام النادي الأهلي. أشار إن تراجع نتائج الفريق في الدوري المحلي لن يؤثر على المستوى الفني في بطولة أفريقيا. أكد للاعبين إن ضرورة الحذر من لاعبي النادي الأهلي باعتبارهم يملكون خبرات كبيرة جدا في هذه البطولة. في موقع المغرب كمان سبورت إن الرجاء سيفقد 4 لاعبين في مواجهته أمام النادي الأهلي، زكريا حدراف وعبد الصمد بدوي وعبد الرؤوف بن غيس ورحيمي، دول الأربع لعيبة. وكشف موقع هوسبورت المغربي في حوار مع عبد الإله الإبراهيمي عضو مجلس إدارة نادي الرجاء إن إدارة النادي رصدت مكافأة قدرها 1,000,000 درهم مغربي حال تجاوز النادي الأهلي والتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال. طبعا أكيد يعني في دلوقتي كمان مكافآت طبعا هتصرف للاعبي الرجاء حال لا قدر الله وصولهم لدور نصف النهائي، وده بيؤكد قد إيه قيمة طبعا هذه المباراة وأهميتها لنادي الرجاء بشكل كبير جدا. زي ما حضراتكم شايفين ما زالت طبعا دي لقطات من تدريب الرجاء، وطبعا على استعداد، هم كمان بيستعدوا بشكل كويس، وزي ما بقول لحضراتكم ان شاء الله باذن الله بكره تكون مباراه كبيره للنادي الاهلي وان شاء الله يفوز بيها. منذر الكبير طبعا المدير الفني كمان لنادي الرجاء المغربي كان النهارده اتكلم في المؤتمر الصحفي، تعالوا مع حضراتكم نشوف قال ايه من خلال المؤتمر الصحفي ونرجع تاني مع حضراتكم. أول شيء نعود نرجع نقول كما قال حمزة إن شاء الله عيد مبارك عليكم وعلى الأمة الإسلامية الكل. أن كارو دو فينال دو شامبيونز ليغ، ربع نهائي رابطة الأبطال، أكيد 8 فرق، أحسن 8 فرق في الفترة هذه باش يكونوا موجودين. باش تكون مقابلة صعيبة على الفريقين الاثنين، صعيبة على الأهلي، صعيبة على الرجاء. وقت توصل للمنعرج الحاسم هذا يلزمك تعطي أحسن ما عندك، أحسن نسخة ليك فرديا وجمعيا. والحمد لله الرجاء الفريق قوته في المجموعة، قوته في التضامن نتاعو، قوته في الروح الانتصارية اللي موجودة في الفريق. باش يكونوا جاهزين على المستويات الكل، باش نحاولوا نقطعوا خطوة كبيرة إن شاء الله للتأهل للنصف النهائي. بالنسبة للجاهزية كما قلت لك الرجاء القوة نتاعو في المجموعة،
الناس اللي باش تبدا باش تهبط تقاتل باش تموت في المقابله، والناس اللي باش تدخل زاد كيف كيف يكملوا مع اصحابهم على نفس النسق ونفس الاتجاه. ان شاء الله الاجدر هو اللي يمر، ان شاء الله اللي يستحق بالمجهود وبالاجتهادات فوق الميدان في المستطيل الاخضر هو اللي يمر للنصف النهائي ان شاء الله. الحقيقه كلام كمان مهم جدا من منزل الكبير طبعا المدير الفني لفريق الرجاء اللي بيقول وبيحترم اكيد النادي الاهلي، وكمان بياكد على انه هو لازم عايز يشتغل على انه يكسر شويه الروح المعنويه العاليه جدا لعيبه النادي الاهلي، الاصرار النادي الاهلي، عزيمه النادي الاهلي. هو اكيد عارف بدايات مع وجود ان شاء الله اكتر من 50,000 متفرج والدفعه الاولى والمبادره الاولى للنادي الاهلي، ده مهم جدا ان شاء الله بكره تكون على مستوى القوه، على مستوى الاصرار، وان مهم جدا ان هو ما يجركش للريتم بتاعه، رتم الهدوء شويه، رتم ان هو عايزه الريتم بيبقى بطيء، لا كل ده ان شاء الله ولادنا قادرين، وخاصه في الاجزاء الاولى ان احنا ان شاء الله نحقق مفاجاه ونحرز هدف، وليه لا، وده هيسهل لنا كتير جدا من الامور الفنيه على مستوى المباراه. لكن كمان هو قال ان هو بينتظر مباراه كبيره امام فريق كبير زي النادي الاهلي، واتكلم على البدلاء اللي هيخشوا، واتكلم على شكل معنوي اكتر من فني. قال لك اللعيبه اللي هتخش لازم انا اكون متاكد ان هم هيموتوا نفسهم في الملعب وهيأدوا كل اللي عليهم من واجبات بدنيه وفنيه علشان بيلعبوا امام فريق كبير زي النادي الاهلي. الحقيقه لسه عندنا كلام كتير عن هذه المباراه، لكن نطلع مع حضراتكم فاصل، بعد الفاصل بنستقبل اثنين من نجوم النادي الاهلي، الكابتن الكبير ماهر همام والكابتن الكبير عمرو الحديدي، ونتكلم بصفه فنيه اكتر عن مباراه بكره بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية، يسعدنا يكون موجود النهارده معانا طبعا اثنين من نجوم النادي الاهلي على مستوى المدافعين، وزي ما قلت لحضراتكم دايما ضيوف هنا بيبقوا مدافعين، لكن مدافعين على مستوى وطراز رفيع. بنرحب طبعا بنجمنا الكابتن الكبير الكابتن ماهر همام، طبعا نجم النادي الاهلي. مساء الخير عليك كابتن. مساء النور يعني حبيبي، وانت طيب يا حبيبي، كل سنه طيب طبعا، وكل سنه طيب لمشاهدينا الكرام، عيد سعيد عليهم يا رب ان شاء الله، وبانتصار للنادي الاهلي باذن الله. مدافع القوي طبعا الكابتن عمرو الحديدي، مساء الفل عليك يا عمور، كل سنه وانت طيب. مساء الفل يا كابتن هاني، وكل سنه حضرتك طيب والساده المشاهدين طيبين يا رب. كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله، باذن الله اعيادنا تكمل وفرحتنا تكمل ان شاء الله بكره يا كابتن. ان شاء الله باذن الله، باذن الله 400. قبل ما اتكلم ونخش شويه في فنيات المباراه بشكل عام كده، عايز اخد راي حضراتكم في جزء من مهم جدا بيقوم بيه كولر. النادي الاهلي كالعاده بيلعب كل ثلاث ايام ماتش على مستوى الدوري المحلي، على مستوى افريقيا، هنروح على مستوى السوبر. الفتره اللي فاتت شفنا روتيشن حلو قوي بيعمله كولر، تغيير مراكز اللعيبه بشكل اكتر من رائع، وبنشوف نفس الاداء على مستوى السرعه، على مستوى القوه، على مستوى الاداء الممتع للنادي الاهلي في بعض الفترات. هي معادله صعبه شويه يا كابتن ماهر، حضرتك كنت مدير فني وعارف ازاي يكون عندك لعيبه بتعمل معاها الروتيشن في اوقات معينه، وان هم حافظين طريقه اللعب، وان هم شغالين كلهم بسيستم واحد. ده امر يعني يحسب بصراحه لكولر. اتعمل ازاي يا كابتن في الفتره اللي فاتت؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، الاضافه اللي عملها هاني مستر كولر السنه دي هي دي التدوير الاحترافي، صح، في سبيل انه يدور كل التيم، لان هو جاي وعنده درايه بالسنتين اللي قبل كده واللي جرى في النادي الاهلي وضياع البطولات بسبب ان كان في تركيز على 18 لعيب بس، واللعيبه بتخرج بقى من دوري وكاس وافريقيا وبعدين منتخب وبعدين يرجعوا. فطبعا نجوم النادي الاهلي المحترفين والدوليين اتصابوا فاثروا علينا بشكل كبير جدا في النتائج، ويمكن ضيع في بعض البطولات، ويمكن البطولات المفضله بالنسبه لنا كدوري عام. صحيح. الراجل لما جه هاني كان مصمم، يعني حتى احنا كمان قعدنا نتكلم حتى في استوديو التحليل في بعض الماتشات وقلنا ايه يا مستر كوره لازم تثبت، احنا اتعودنا على المدارس اللي قبل كده الاجنبيه بالذات في حته التثبيت التشكيل، 18 لعيب بيخشوا ويطلعوا وهكذا، والباقي حسب بقى كارت احمر اصابه. لكن الراجل ده هاني من اول ما جه مصمم على تدوير كل الاماكن بكل اللعيبه، وده بصراحه نجح فيه، لان هو كان عنده استراتيجيه جاي بيها هي دي،
ان هو هيقدر يحافظ على قيمه التيم طوال ما هو بيشارك في البطولات الافريقيه، في المحليه، في الدوري، في السوبر، هيحافظ على اللعيبه في من ناحيه الحاله البدنيه، من الحاله الذهنيه، من الحاله التكتيكيه، وفي نفس الوقت هيحافظ على اللعيبه من الاصابه. وعايز اقول لك ان هو نجح فيها بشكل كبير جدا جدا خلال تدوير او ادارته الفتره اللي فاتت. عمرو في نفس الجزئيه، بالرغم ان هو كمان خلي بالك هو ما جابش صفقات كتير، هو لسه يمكن مدخل 3 4 عناصر، كريستو ودخل خالد عبد الفتاح ودخل مروان عطيه، ولكن تحس انه خلاص بدا عارف امكانيات كل لاعب وعارف ده يخش امتى وده يخرج امتى. العمليه اللي كانت ربنا يحفظ الجميع من الاصابات، ولكن كان عمليه التدوير دي مهمه جدا كمان في تجنب الاصابات وتجنب كمان الاجهاد. برضو تكمله للكابتن ماهر، شفت الامور بالنسبه لكولر ماشيه ازاي في الجزئيه ديت؟ يعني بص يا كابتن هاني، هو الراجل شغال بفكر معين، زي زمان لما كان جه فايتس في مصر عالج حاجه معينه في طريقه الكوره، اما سمعنا 3-5-2 كنا مستغربين بطريقه اللعب. صحيح. الراجل لما جه اشتغل الروتيشن ده، يمكن الكابتن ماهر لسه بيقول كل الناس كانت مستغربه، هو الراجل مصمم ان الروتيشن بتاعه يبقى على مستوى الملعب كله، بعد كده بقى التلت الهجومي بس. الراجل بقى عنده ثلاث حلول ليه هو. اول حل، انت مش عارف هتلعب على مين، حسين الشحات ناحيه اليمين ولا بيرستاو ولا طاهر ولا عبد القادر، عمل لك تغيير حتى في المنافسه لما يجي يفكر انا هلعب على مين، ما انا مش عارف، انا مش قادر احدد 11. هي الفكره كمان بالظبط، احنا كان دايما النادي الاهلي عارفين مين اللي هيبدا الماتش ازاي، دلوقتي يعني تقدر تقول النص 70% مثلا او 60%. بالظبط كده. نمره 2، هو الراجل عود لاعبته ان ما عنديش اللاعب رقم واحد. يعني انا عندي الشناوي وعندي علي معلول، اما جم سالوه في كل مؤتمر صحفي ايه رايك في معلول؟ قال لهم معلول مكنه قديمه وليها تقلها، بعرف اخد من اللي انا عايزه وفي الوقت المناسب انا هريحه. صحيح. محمد هاني اسلوبه وفكره هو طور اللعب الجماعي والفردي لمحمد هاني. حمدي فتحي، تملي احنا عارفين ان حمدي هو الديفندر، او اليو ديام كمان، لا حمدي بالذات خلى حمدي يعمل المهام، واجاد في 3-4 مباريات باولهم مباراه الزمالك في الاسيست في 3 اهداف. حسين الشحات، وانت شغال ناحيه اليمين، ايه ده انا خليته يعمل الاسيست بقى صانع الالعاب، بقى ناحيه الشمال بيعمل لي الدور. المفاجاه كانت بيرستاو، صبر عليه لغايه اما عالجه ووصل بيه ان هو بقى من اللعيبه الاساسيه اللي انا مش عايز اسمع انك هتقول لي جاي له عروض او عايز يجي له اعاره لسان داونز او اي احد الفرق الاوروبيه. كهربا، شوف كل واحده تتكلم عن كهربا، كمان عندي كهربا وتقف شويه، لان الراجل كان جريء جدا انك بتحط كهربا في الظروف اللي هو كان مر بيها. الراجل غايب بقى له فترات 470 يوم بالظبط، وبعدين بتلعبوا مباريات كبيره، يعني مش مباريات مثلا في الدوري، مباريات متوسطه، كلها مباريات كبيره. فاللي وصل له كهربا دلوقتي اكيد مجهود كهربا يشكر عليه، لكن كمان كابتن ماهر ثقه المدير الفني في اللعيبه بتديهم احساس بالتالق حتى على المستوى، على المستوى النفسي بشكل كبير جدا. عمرو اتكلم فنيا وتكتيكيا على الجانب، قبل ما نخش بقى في المباراه، الجانب كمان النفسي، وده مهم جدا للمدير الفني، شايفه ازاي مع كل لغايه دلوقتي مع اللعيبه يعني؟ وهو دي ميزه تعليم المدربين الاجانب في العمل النفسي بالذات، يعني هم ناجحين جدا في الجزئيه دي، وبيعرفوا يتعاملوا معانا بشكل احترافي وبشكل كبير. الراجل الجانب النفسي عنده بيهتم بيه جدا جدا مع كل لعيبه، الشغل الفردي والشغل الجماعي. الشغل الفردي اللي احنا ذكره عمرو بالنسبه لكهربا او بالنسبه لبتستاو او بالنسبه لشريف. صحيح. او بالنسبه للشحات. التبت الهجومي هاني اللي كان عاملينه صداع بصراحه في ضياع الاهداف والفرص بشكل كبير، الراجل قدر يطوره بشكل مميز. النهارده شفنا حسين الشحات بقى اسيست وفي نفس الوقت سكورر. صحيح. شفنا كهربا بيلعب في مكان مش مكانه، صعب جدا مكان راس الحربه، كهربا ممكن يلعب على ناحيه الجناح اليمين، ناحيه الجناح الشمال، يجي من تحت اخطر، لكن كهربا في المكان ده هادي زي ما انت قلت، خبرته كمان وحسه التهديفي، يعني كهربا ولا اجدع مهاجم، بقى يقف في المنطقه المؤثره اللي بتيجي فيها الحاجات الخطره، وده حس راجل مهاجم. يعني كهربا قدر بخبرته ان هو في اوقات كتيره جدا يقف في المكان اللي بين السكس يارد وضربه الجزاء، اللي هو المكان المؤثر اللي بيجي فيه معظم الاهداف، وبعدين بحس بقى راجل التهديفي، اول ما بتيجي هوب بيبدا يخلصها. فكهربا بصراحه كمان اضافه كبيره جدا لينا في خلال الفتره اللي فاتت. فالراجل قدر يطور، احنا كان عندنا ثبات بالنسبه لحراسه المرمى، عندنا ثبات بالنسبه للدفاع، يمكن تغيير في بعض قلبي الدفاع حسب يعني الاصابات
وبعدين عندنا كان ثبات في وسط الملعب، احسن ثلاثه كانوا موجودين، وبعدين اضافه ليهم مروان عطيه. وبعدين كانت المشكله كلها في الخط التالت الهجومي، اللي الراجل عمل تطوير بشكل كبير جدا يا هاني فيه بصراحه، من ناحيه التحرك من غير كوره، بالكوره واحد ضد واحد، العاب الهواء، احراز الاهداف، الاندماج اللي بين اللعيبه وبين بعض، ثقه، اشكال مختلفه كمان لعمليه يعني انك تخلق فرصه، ممكن جدا من الاجناب، ممكن جدا بينيات التكتيكيه اللي ممكن جدا بصراحة. زي ما انت عمرو اتكلمت انه حسين متعودين ناحيه اليمين، لا طب روح ناحيه الشمال، وبالتالي بيبقى فيه كمان قوه هجوميه مختلفه، بيرسي تاو ممكن يشتغل راس حربه، ممكن يشتغل جناح، فالامور دي كلها اعتقادي في الوقت الضيق ده هو نجح بشكل كبير جدا جدا. طيب عمرو، ايه رايك في مقوله خلاص ما بقاش في مباراه بره ومباراه جوه؟ هل تنطبق عندنا هنا في افريقيا؟ خلاص الكلام ده يمكن في اوروبا الناس خلاص اتعودت عليه، لكن هل يعني على المستوى اللعيبه وعلى مستوى الاداره الفنيه لسه عندنا دي المباراه على ارضنا، فلا لازم نكسب اتنين علشان نطمن، ولان يعني المباراه اللي جايه هتكون مباراه صعبه على ارض الخصم، ولا انت شايف المفروض اللغه دي تقل شويه كفريق بطل، كفريق النادي الاهلي، وانك بتلعب بره زي ما بتلعب جوه؟ هي دي يا كابتن هاني، هوصل لاخر كلام حضرتك ان انا هشتغل على ده، انا هعتبر نفسي النادي الاهلي انا زي السيتي، بحقق ايجابيه معينه في ملعبي، وبره برضو انا ايجابي، مش رايح ادافع، خلاص النادي الاهلي بقى عنده الملكه دي، ما بقاش زي كل الانديه، النادي الاهلي عنده الملكه دي، افراد لعيبته وخبرات لعيبته عندها الشغل ده، تقدر تعمل الكلام ده. لعيبه النادي الاهلي حتى وهي كويسه بتنطبق على المنتخب، بتوصل الحاجات دي لمنتخب مصر، بيبقى الانطباع ان انا بلعب زي بره زي جوه. هو ايه يا كابتن هاني وانت حضرتك يعني سيدي عارفينه والكابتن ماهر موجود، الاداء والشكل، انا لما بروح بره اول لما بستحوذ على مجريات المباراه وبنقل وما بقاش مخضوض اول خمس دقائق خلاص، انت كل الفرق بتدافع اول 10 دقايق ما بتروح تلعب في اي بلد زي المغرب، تونس، الجزائر، ما هي دي الفكره، هي دي الفكره، خلاص احنا بقينا عندنا عندك القوه دي، عندك خلاص النادي الاهلي عنده استراتيجي معينه بيلعب بره زي جوه، ايا كان الخصم، ايا كان الملعب ايه، ممكن تغيير شويه في التكتيك لكن الشخصيه واحده. بالظبط كده، يعني الراجل بامكانياته اما كان عايز حاجه من مباراه القطن لعب بطريقه 4-1-4-1 من جوه الملعب، مع ان على الورق 4-3-3، في ماتش الهلال نفس الكلام، غياراته الايجابيه اللي خلت اليد العليا تبقى للنادي الاهلي. حتى اهم حاجه كابتن هاني، احنا في الماتشات المحليه كمان لما نكون لاعبين مباراه قويه زي الهلال مثلا السوداني وخدنا ايجابيه المباراه 3-0، بيوصل بينا الوقت بنقول فيه ايه، بيبقى عندنا اريحيه معينه وبيبقى عندنا ريلاكس معين في اداء ماتش المحله، ضغط من البدايه ادى انطباع للناس ان انا لعيبتي دي اللي حققت التارجت في مباراه الهلال هي اللي هتحقق المباراه بتاعت ماتش غزل المحله. في مباراه سموحه هم بيسالوه قال لهم انا ما خدتش كل حاجه بس حققت الثلاث نقاط، وفكرت في نقطه ان لعيبتي مشغوله بمباراه الرجاء. يعني بص الراجل عايش معاهم، الراجل لما بيقول كلمه خلاص بقى مصري، قال لك انا بيجي لي الفكره المجنونه ان انا العب كهربا. وانت تعرف كهربا منين؟ من اداء كهربا في التمرين. منين؟ ياسين ميكيلي اللي كان مع كراف سويسرا، مجموعه حاجات. خلاص احنا عندنا طول عمرنا، حضرتك كنت نجم مصر في النادي الاهلي والكابتن ماهر، وتعلمنا من الكابتن ماهر واحنا مدرب واحنا لعيبه ان احنا لما بنسافر بره ايه المشكله بالنسبه لنا؟ ما احنا نقدر ناخد بطوله عربيه وبنلعب بره ونكسب، ما فيش مشكله، اذا كانت الافريقي ولا الترجي ولا الاسماء اللي احنا الاسماء بتاعه زمان كانوا عندهم لعيبه تقيله جدا، اسماء كبيره، ال 11 واحد انت محتار فيهم. أيه. دلوقتي هم معدودين وابتدوا هم يجيبوا لعيبه افارقه، لعيبه تزودهم في حته معينه، ناقص له لعيب مدافع، عنده لعيب في نص الملعب مهاجم، عنده فيرود هداف، احنا عندنا اللعيبه. الراجل لما وصل بيه للانسجام هو عايز اللعيبه. طب هقف عند دي لان الصوره ديت لازم نقف عندها يا كابتن ماهر. رجع لنا الصوره دي، غزغل لاي حد، رجع لنا صوره الجماهير. طبعا لا صوره الجماهير، لان نقطه الجماهير كمان يا كابتن نقطه مهمه جدا جدا جدا، وشفنا حتى الفارق لما يكون في تواجد جماهيري بنسبه 50% 50,000 60,000، بتشوف اداء النادي الاهلي عامل ازاي، وبتشوف ازاي ان هذه الجماهير العظيمه هي السلاح الاول. واللعيبه بتقول كده، والمدير الفني كولر قال نفس الكلام. مهمه جدا يا كابتن ان شاء الله باذن الله، وانا ليا كلام عن الصوره ديت، لكن حضرتك لعيب كبير على مستوى النادي الاهلي ومنتخب مصر، دور الجماهير وخاصه في المرحله اللي بيمر بيها النادي الاهلي حاليا. بص يا هاني، زمان كان الجماهير بنقول رقم 12، انا في رايي دلوقتي والله في الاجيال دي رقم واحد. صحيح. صراحة يعني هم مشتركين بشكل كبير جدا عمرو مع كل النجوم او طبعاً. كل الاجيال اللي فاتت واللي جاية في احراز البطولات للنادي الاهلي.
لما بيبقى جماهير النادي الاهلي موجوده اللعيب كمان يا هاني بيبدا يحس طبعا بيحس بمسانده الجماهير ليه. جماهير النادي الاهلي مثقفه وواعيه وعندها دخلات وعندها نداءات وعندها احتفالات وعندها سيستم مش موجود بصراحه الا في حاجه اوروبيه. فجماهير النادي الاهلي مهما اتكلمنا عنها احنا بنعتبرها رقم واحد في هذه المنظومه. صحيح. وسام على صدرنا لان احنا كلنا بقى هاني رمزي من الجماهير ديت، عمرو من الجماهير دي، مريم من الجماهير دي، ليهم فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى على تاريخنا كمان واسمائنا. فمهما اتكلمنا فجماهير النادي الاهلي بصراحه حاجه يعني تشرف. بس انا ليه ملحوظه بقى يا هاني يا عمرو، عايزين ما نضيعش الاحتفالات والجمال ده كله ببعض الثغرات او بعض القله اللي بتبقى مدسوسه وبتبدا تحاول ان هي تطلع الفاظ وتطلع كلام ما هي دي بقى النقطه غير منطقي. صحيح. هياثر علينا وهياثر على بيتنا واثر على مؤسستنا. انا اتمنى هذا الجزئيه يعني. دي يا كابتن وبرضه اخلي عمرو يتكلم لان دي رساله. يعني انا متربي في النادي الاهلي، لعيب عشت في النادي الاهلي وعشت في اوروبا وعشت على مستوى المنتخب، انا باكد ان جماهير النادي الاهلي لا مثيل لها. وعايز رساله للجماهير، انتوا مريتوا باختبار ونجحتوا في هذا الاختبار، كنتوا متواجدين بصوره وعملتوا صوره اكتر من رائعه. رسالتي لكم بكره نفس الاسلوب ونفس الالتزام ونفس القوه في الاداء. لو بنتكلم على اداء اللعيبه الفني، انتوا كمان لكم اداء 90 دقيقه ما بتقفوش، وانت عارف الجمهور عارف بالظبط ايه اللحظه اللي يفوق فيها اللعيبه، وايه اللحظه اللي يقف فيها بدار اللعيبه، وايه اللحظه اللي ممكن جدا هي دي اللحظه بتاعت لحظه الانتصار. دي احاسيس الجماهير. ولكن حذاري، لو لقيت واحد جنبك بيجرك لحته ثانيه ممكن جدا لا قدر الله الامور داخل الملعب انت ما تعرفش، يحصل قلق شويه في الملعب، في اعتراضات، في مالكش دعوه بالقصه دي خالص. انت جاي عشان تشجع فرقتك، انت جاي عشان تبقى ظهر النادي الاهلي، انت جاي علشان انت عايز تكون موجود مره واثنين وثلاثه واربعه. اكد الكلام ده بكره. اي حد جنبك ياخدك في سكه كده او في سكه كده، انت او المجموعه اللي قاعده حواليه الراجل ده ما يكونش موجود، ما يتردش عليه. اوعى يسوقك لحته ثانيه، اوعى يسوقك لنغمه معينه او اغنيه معينه او لحن معين تبدا تخرج بيه عن النص، لان زي ما بقول لك جماهير النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي محتاجاك، وانت شفت كجماهير وجودك في الملعب عامل ازاي. فلو بتحب ناديك فعلا، وانا متاكد من ده، ان كل جماهير النادي الاهلي بكره هتكون مسانده بشكل مثالي، نطلع نفتخر كالعاده بجماهير النادي الاهلي. عمرو، بص يا كابتن هاني، يمكن انا مع حضرتك قلت لك لما كنا بنقول كولر هو بارون، البارون هو النادي، هو جماهير النادي الاهلي، هو اللاعب رقم واحد زي ما كابتن ماهر بيقول عليه. بس النقطه المهمه دي بروفا، دي البروفا رقم اثنين. انت دخلت في مباراه الهلال عدد معين، البروفا الثانيه يعني احنا بنقول من مكان حضرتك هنا بنشكر معالي وزير الداخليه ومساعديه بالالتفاق حوالين ده. صحيح. انت اللي هترجع ساعه الاستاد تاني، انت كجماهير النادي الاهلي حسيت ان في حاجه غلط من جواك استبعدها، انت صاحب المكان، انت اللي هتعليه، انت اللي هتكبره. النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي كانت في الاعلان مركزه، خرجت لغرفه الافاقه، انت دلوقتي في مكان تاني، انت الشكل، انت المثل اللي يعتد بيه، انت الشكل العام اللي كل الناس هتستريح له وهتاكد على نجاحك. انت التنظيم، انت الشكل الحضاري، انت المكسب رقم واحد، انت اكسير الحياه لعيبه النادي الاهلي. اذا كان النادي الاهلي كان بيتفرج على 300 ولا 500 واحد، دلوقتي احنا بنتكلم في 52 و60 الف. الرجه بتاعته دي ليها حساب، الرجه بتاعته دي بترهب اي حد فعلا. استاد القاهره، وهرجع بحضرتك 90، احنا كنا موجودين وحراسه المرمى العربي، حارس الجزائر وخبطه وده، وما خرجته بالمباراه البر الامان 89 90 بالظبط. هي قبل كاس، هي كاس العالم توصلنا لكاس العالم، حضرتك كنتوا موجودين كاملين، ما خدوكوش لحته معينه. صح. اذا كان اللعيبه ادت انطباع للجماهير، ما هو اللي في الملعب هو اللي بيدي انطباع للي فوق، واللي فوق التزم الصمت وعرف ان الامور المفتعله من فرق شمال افريقيا ازاي يشتت لك عقلك عشان انت ما عندكش التركيز يرجع بسرعه البرق، انت ما عندكش السرعه دي. خلاص احنا اتعلمنا، عدت علينا سنين، احنا بنتكلم من 90 وصلنا لده وتعلمنا من ده، وبقت دروس مستفاده لينا، بقت خبرات عندنا، في نفس الوقت احنا بنقدر نوصل ده للناس. جماهير النادي الاهلي هي اللي هتوصل لجميع الشعب المصري وللدول العربيه والدول الاوروبيه ان مصر امنه. صح. والنادي الاهلي رقم واحد. بقى في حتتين يا هاني يا عمرو، حتتين مرعبين قوي، خد بالك هو بيتكلم
ساعات واحد بيكون خارج عن النص بيحرمنا من وصول كاس العالم. طبعًا يعني طبعًا طبعًا طوبه الشهيره مش خارجه من كل الجماهير، ده واحد خارج عن النص وليه دماغ مختلفه. راح رامي طوبه الراجل ربط دماغه فقال لك واول مره في تاريخ الفيفا بيعيدوا مباراه. يعني رحنا لعبنا المباراه في باريس بالظبط كده في ليون وما دخلناش كاس العالم. هو ده اللي الثقافه اللي جايه والجماهير ديت يعني بصراحه جماهير النادي الاهلي مثقفه بشكل كبير جدا وعندها وعي كبير جدا وحس على فرقتها وخوف على فرقتها بشكل كبير. تاكد ان زي ما عمرو كده قال وانت كمان هاني اشرت خلال الفتره الجايه اي حد من الجماهير هيخرج عن النظام هيخرج عن المالوف هو بيأذي نفسه بالظبط بيأذي النادي كمان. واتاكد ان هما كمان هيتكاتفوا وهيقول له يطلعوه لحد ما يستبعدوه خالص من خارج المدرج. في حاجتين هاني كمان بقوا مرعبين في مصر. استاد القاهره بقى مرعب لكل الفرق العربيه والافريقيه صحيح واخد بالك بالذات شمال افريقيا وبعدين جماهير النادي الاهلي صحيح وبعدين يليهم بقى ان شاء الله رجالتنا داخل الملعب صحيح رجاله النادي الاهلي وادائهم المميز خلال الفترات اللي جايه. فالنهارده اي فرقه جايه هذه يعني مرعوبه عايزه اليوم ده يخلص باي طريقه باي شكل عشان تطلع وتتكل على الله وتمشي. فبكره ان شاء الله عندنا ثلاث اضلاع باذن الله مرعبين داخل الملعب داخل 90 دقيقه استاد القاهره وجماهير النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي داخل الملعب. ونضيف على كابتن النتيجه يبقى الضلع الاربعه اكتملت خلاص كده. طيب ان شاء الله يا عمرو هتكون ان شاء الله الواحد متفائل. لكن خلينا نتكلم شويه فنيا. فريق الرجاء فريق قوي انها دور المجموعات كان متصدر مجموعته عنده مدير فني قوي جدا كان طبعا مدير فني كبير. في كاس العالم راجل عارف بالظبط بيشتغل ازاي عنده كمان عناصر جيده جدا بغض النظر عن الغيابات ولكن فريق يحترم ما نخافش منه ولكن فريق يحترم. انت شايف اهم نقاط قوه فريق الرجاء بكره هتكون ايه؟ بص يا كابتن هو تملي على مدار السنين المغرب عندها حارس ليبرو ديفندر فيرويد تملي على مدار السنين عندهم الاسماء دي يعني عندهم جمال حرقاس اللي هو الليبرو اللي هو قائد الفريق اللي بيتحرك وعندهم روجير اهولو اللي هو الديفندر ديفندر اللي هو بيلعب تحت الفراوده كمان وعندهم حميد خبا هو حمزه خبا ده الهداف بتاعهم اللي جاب 5 اهداف هو هداف دوري الابطال هو ابطال افريقيا. بص يا كابتن الحرب النفسيه اللي احنا بنسمعها ان هم في الدوري حققوا 23 مباراه كسب 9 وتعادل 8 وخسر 6 وهو رقم 5 في الدوري ماليش دعوه. حقق التارجت الاعلى 17 هدف على مستوى المباريات دخل احرز 17 هدف ودخل مباراه 3 اهداف. انا النادي الاهلي انا مش بخاف من الحاجات دي. لعبنا على اولمبيك خريبكا ورجال بيضاوي لعبنا مع اسماء كبيره يمكن حضرتك تفتكر كان اشهر حاجه عندهم ليبرو روسي بعد كده محمد القدميري توفيق بلاغه عبد الكريم نزير بصير صلاح الدين الاسماء اللي طلعوا مع احمد بهجه كل الاسماء دي عرفناها بس كان عندهم كم 11 لاعب جماعيه كلهم كويسين. احنا دلوقتي بنتكلم يعني يمكن بتكلم انا وكابتن ماهر زكريا الوردي ماليش دعوه بزكريا الوردي بتاع الزمالك زكريا الوردي اللي معاهم عبد الحفيظ الالهي انا عارف امكانيات الناس دي شكلها ايه كورتهم شكلها ايه عندهم لعيبه في نص الملعب هم تملي بيحبوا يستحوذوا على الملعب عشان ياخدوا استحسان الجماهير ان انا عندي بنق الكوره من رجل لرجل. النادي الاهلي بفكره وباداء لعيبته وبخبرات لعيبته بضغط من البدايه بنهي الموضوع من بدري مهما كانت الاسماء زي ما انا هفكر فيه اسماء تحترم ككل لاعب بيمسك حته معينه كخط ظهر بالنسبه للمتولي او لعبد المنعم او لرامي او لياسر او طبعا رامي مصاب لياسر كويس الكلام كويس زي ما انا بفكر فيه لازم اقنعه انه يفكر فيا كتير يفكر فيها كتير. انا عندي حسين وعندي كهربا وعندي شريف وعندي حمدي وعندي السوليه عندي حلول الحلول دي تقلقه. منذر الكبير مدير فني محترم انا بحترم كولر لاحترامه للفرق واحترامه للمدير الفني وما بيديش حد اكتر من امكانياته. راجل انا لقبته بالثعلب المقار مقص دار بيعرف يفصل البدله كويسه قوي على لعيبه النادي الاهلي عن كل مباراه بيعرف يشتغل ازاي بيعرف من خلال ربع ساعة يقرأ مجريات المباراة نقاط الضعف ويتعامل بيها كويس جدا ونقاط القوة بالنسبة له ويتعامل بيها هجوميا ويعرف يحقق بيها التارجت المطلوب. طيب قبل ما انت اتكلمت على ارقام ومعانا يمكن بعد قليل معانا محمد الباز على مستوى الارقام لكن كابتن ماهر عمرو اتكلم في نقطة مهمة جدا انك انت النادي الاهلي وانت المفروض تفرض سيطرتك على بداية المباراة. دايما البدايات بتبقى مهمه بدايات المباريات الكبيره بتبقى مهمه البدايات يا اما مهمه سلبيا او ايجابيا. طب ازاي النادي الاهلي ان شاء الله بداياته بكره تكون ايجابيه جدا من خلال التكتيك والشكل الفني اللي يلعب بيه
كولر ان شاء الله. هو كولر في كل مباراه بيختار التشكيله الاستراتيجيه اللي هيلعب بيها اولا، ثم ثانيا طريقه اللعب اللي هيلعب بيها في كل مباراه بتختلف من مباراه الاخرى، ثم التشكيله بتتبني على اللعيبه الجاهزه يا هاني، اللعيبه اللي عندها خبرات في المباريات اللي بشكلتها. يعني تملي الخبرات مهمه قوي. الحمد لله رب العالمين احنا عندنا تشكيله من اللعيبه اللي عندها خبرات في كل خط. يعني احنا لو شفنا الشناوي في حراسه المرمى خبره بقى لها اكتر من 3 4 سنوات ما شاء الله، من الاجوال طبعا رقم واحد في النادي الاهلي ومنتخب مصر. عندنا خبره في خط الظهر كمان، عندنا علي معلول مفتاح لعب كمان، علي مهم جدا في المباراه ديت، بيقدر يبتدي لك الهجمه بشكل كبير جدا من تحت. عندنا محمد عبد المنعم كمان بيأدي اداء جيد جدا في حته قلب الدفاع، محمد هاني بيزيد من خلال الاطراف بشكل جيد. عندنا ما شاء الله 4 لعيبه موجودين في نص الملعب خبرات، السوليه وديانج وحمدي فتحي ومروان كمان المضاف ليهم. عندنا خط الهجوم عندنا كهرباء وعندنا حسين الشحات وبيت ستاو برضك خبرات كبيره جدا. فالنهارده مهم جدا انك انت ترمي كل الاوراق في المباراه زي ديت، الاوراق اللي عندها خبرات والاوراق اللي جاهزه والاوراق اللي واخده ثقه، عشان بدايه المباراه مهمه جدا بالنسبه لنا. هاني احنا طول عمرنا متورطين في اول ثلث ساعه، مهم جدا عمرو ان احنا في اول ثلث ساعه ان احنا نحرز هدف، طبعا بوجود الجماهير بالثقه اللي احنا واخدينها بالاداء اللي قبل كده، طبعا بالجمله التكتيكيه اللي اللعيبه حافظاها من خلال اداء مستر كولر. مهم قوي يا هاني انك انت تفتح الجيم في اول ربع ساعه او ثلث ساعه بهدف يدي ثقه للجماهير ويدي ثقه للجهاز. يا رب ان شاء الله. عايز اقول لك حاجه بس يا كابتن هاني، هي دي السلبيه اللي انا مش عايزها تحول لايجابيه عندهم. هم مشهورين بالكور الثابته. هنتكلم تفصيليا لان في نقط كثيره جدا يا عمرو بيبقى في نقط قوه وضعف هنتكلم عليها بالتفصيل، لكن كمان زي ما بقول لحضراتكم على مستوى التحليل الرقمي ده كمان مهم، بنعرف بعض الارقام بعض المقارنات، نتكلم كمان على شكل تكتيكي ازاي فرقه الرجاء بتعمل البيلد اب من تحت، ازاي بتضغط، ازاي الكور الثابته زي ما الكابتن عمرو قال. تعالوا مع بعض نروح يعني مع ضيفنا النهارده طبعا محمد الباز، يعني متخصص في التحليل الكره العالميه والافريقيه، نشوفه وكمان نتكلم من خلال النقط اللي هيتكلم فيها على مستوى الارقام كمان هنناقشها ان شاء الله مع نجومنا الكبار. باز مساء الخير عليك. مساء الخير كابتن هاني. مساء حضراتكم طيبين، مساء الخير على الكباتن، وان شاء الله يقبل فرحتنا في العيد بالفوز بكره ان شاء الله. ان شاء الله. باز كنا بنتكلم طبعا مع الكباتن، لكن عايزين نعرف كمان على المستوى الرقمي، على المستوى الرقمي اكيد في بعض المقارنات بعض الارقام اللي ممكن يكون ليها دلاله على المستوى الفني، محضر لنا ايه النهارده؟ طبعا اكيد فريق الرجاء فريق قوي جدا، هنبص النهارده على شويه ارقام مقارنات على المستوى الافريقي بالنسبه مشوار الرجاء في محليا ايضا في الدوري المغربي عامل ازاي. كلنا عارفين وحول الكباتن وحضرتك اتكلمتوا ان الرجاء ماشي بشكل كويس جدا على المستوى الافريقي، اقوى خط هجوم حتى الان بعد دور المجموعات. جايبين شويه مقارنات بين الاهلي، مشوار الاهلي في المشوار الافريقي ومشوار الرجاء، وهنعرضها نشوف عدد المباريات، احراز الاهداف، الاسيست، استقبال الاهداف، هناخد بعض النقاط الرقميه وازاي نترجمها فنيا وازاي نشوف مدى قوه الفريق الرجاء كمنافس للاهلي ونقاط الضعف ايضا. لو نستعرض مع بعض اهم الارقام، مشوار الرجاء والاهلي في دور المجموعات او في المشوار الافريقي، زي ما احنا شايفين يا كابتن هاني عدد مباريات كان 6 مباريات، نتكلم النقاط 16 للرجاء و10 للنادي الاهلي، فوز طبعا للرجاء 5 مباريات وتعادل في مباراه واحده، يعني بنقول ان الرجاء ما خسرش ولا مباراه حتى الان في مشواره الافريقي. الاهلي طبعا عندنا فوز في 3 مباريات وتعادل في لقاء وهزيمه في لقاءين. بالنسبه للاهداف في الرجاء ليه 17 هدف، زي ما قلنا ان هو اقوى خط هجوم حتى الان في المشوار الافريقي او في دوري بطوله افريقيا الابطال. الاهلي طبعا احرز 14 هدف، يعني برضو الاهلي معدل احراز الاهداف عالي، معدل عالي طبعا بالنسبه لعدد العدد المباريات بالظبط. استقبال الاهداف في الرجاء طبعا من اقوى خطوط الخط الدفاع ايضا، استقبل 3 اهداف، الاهلي استقبل 8 اهداف حتى الان في المشوار
الافريقي. من هنا بنتكلم في جزئين يا كابتن هاني، بالنسبه لمعدل احراز الاهداف 17 هدف ده معدل كبير، وزي ما قلنا ان هو اقوى خط هجوم ايضا على مستوى صناعه الفرص. الرجاء هو اقوى فريق في صناعه الاهداف، صنع 18 فرصه محققه. الناس بتقول شويه ان مجموعه الرجاء ممكن تكون اسهل شويه من مجموعه كنت لسه هقول لك النادي الاهلي. المباريات سهوله المباريات شويه للرجاء يمكن فتحت له المجال انه يجيب عدد كبير من الاهداف بشكل او باخر، او ما يخشش فيه اهداف بعدد كبير يعني. بالظبط، ولكن احنا لو بصينا الناحيه الثانيه على المشوار المحلي وده مشوار مهم جدا عشان نشوف في اثناء طبعا المباريات الافريقيه في هناك المباريات المحليه. احنا بنتكلم دلوقتي على المستوى المحلي، الرجاء والاهلي تقريبا مقاربين في عدد المباريات 22 مباراه. بالنسبه للفوز الرجاء فاز في 9 لقاءات تعادل في 7، الاهلي طبعا 16 ولا هزيمه حتى الان، اما الرجاء خسر في 6 لقاءات. عدد النقاط 35 وبيحتل المركز الخامس ترتيبه على مستوى الدوري المحلي. بالنسبه للاهلي طبعا المركز الاول في الصداره. الاهداف المسجله كابتن هاني احرز 25 هدف حتى الان، الاهلي طبعا 40 هدف اقوى خط هجوم. بالنسبه للشباك النظيفه حتى الان الرجاء طبعا 10 نقاط اما الاهلي 14. بالنسبه لصناعه الفرص زي ما قلنا هم مميزين ايضا في صناعه الفرص المحققه 15 فرصه، الاهلي طبعا 25. مثلا على مستوى الاهداف المستقبله على يعني الاهداف اللي دخلت فيهم في الدوري هتلاقي 20 هدف، ده عدد كبير 20 يعني. هدف طبعا يعني، وده اللي احنا هنتكلم فيه النهارده، هننقله من الارقام للناحيه الفنيه. بنشوف برضو عندهم مشاكل كبيره جدا على مستوى خط الدفاع في استقبال الاهداف، برضو عندهم مشكله كبيره جدا وهنعرضها في الحالات الفنيه. ولكن يعني قبل ما نروح يا كابتن هاني على الحالات الفنيه وازاي نترجم الارقام، عايز اقول ان في خلال اسبوعين او الثلاث اسابيع الماضيين الرجاء خسر، او في اخر 6 لقاءات، اخر 6 لقاءات ليه في الدوري المحلي خسر في 3 لقاءات، تعادل في لقاءين وفاز في مباراه واحده. يعني خسر في 3 لقاءات، وده طبعا بيورينا برضو معدل او المستوى بتاعه الفني على الناحيه المحليه او في الدوري المحلي مش افضل حاجه مقارنه ب الافريقيا طبعا. ده معدل التحليل لنادي الرجاء ده افريقيا، يعني احنا بنتكلم برضو من ناحيه التمريرات ومن ناحيه الاهداف. يعني لما قلنا احرز 17 هدف اقوى خط، اصل برضه في بعض الارقام كده معدل التصويب يعني بيبقى في ارقام كده المدربين بيقفوا عليها لان معدل التصويب 12 في المرمى 6. انا رايي ده معدل عالي، لما بتشوت 12 تسديده ما بين القائم او اهداف بتبقى 6 اهداف او 6 ما بين القائم والعرض، ده رقم ممكن المدير الفني يسجله ان لا نخلي بالنا جدا ويكون عندنا ضغط عالي بالنسبه للمسافات اللي ممكن تسمح بالتسديد اللعيبه، ان احنا نعمل بلوكات كويسه وكمان نعمل فولو اب على حارس المرمى. لو تسدد من بره ال 18 يبقى في فولو اب على محمد الشناوي. في ارقام كده بتبقى فعلا لازم يكون ليها وقفه، لكن مش كل الارقام طبيعي بتكون المؤشر. يعني انت بتتكلم المباريات المحليه ما كانش في عدد فوز كبير، اتغلب 3 مباريات، ممكن ده ما بيكونش مؤشر لضعفه خلال مباراه بكره. فكل حاجه بيبقى ليها تحليل يعني مختلف عن التحليل الفني. صحيح، يعني المباريات الكبيره زي مباراه بكره ان شاء الله كابتن، ده لا حسابات اخرى يعني لا تقارن بالمشوار طبيعي. حتى المحلي او المشوار السابق افريقيا ده لها استراتيجيه معينه، كل مدير فني بيشتغل بطريقه معينه، دارس الخصم بشكل كويس جدا. زي ما حضرتك قلت الارقام ممكن تكون يعني انديكيتور، او ممكن يكون يعني منها بناخد بعض الحاجات اللي ازاي نطبقها فنيا. هم صحيح. مميزين في صناعه الاهداف، طب منين بالظبط في ارضيه الملعب بيلعبوها ازاي، مين مفاتيح اللعب اللي دايما بيعتمدوا عليهم، وده اللي هنبدا ان احنا نعرضه في الحالات. يعني معدل التصويب اون تارجت او على المرمى 6 من 12 50%، ده معدل طبعا جيد. كبير جيد طبعا. يعني زي ما حضرتك قلت احنا عايزين ناخد الارقام ديت ونشوفها تكتيكيا. يعني برضو الشباب يعرضوا المعدل العام التحليل لنادي الرجاء، بنتكلم في نسب الاستحواذ 54%، يعني حاجه برضو مش جيده طبعا، مش سيئه. وبنتكلم على معدل التمريرات الصحيحه، بيلعبوا الشورت باس بشكل كويس جدا. ده اللي بقى الارقام اللي بياخدها المدير الفني. يعني ممكن جدا معدل الاستحواذ محدش باين استحواذ ايجابي ولا سلبي، هم بينقلوا في نص ملعبهم ولا بينقلوا في نص ملعب الخصم، دي عمليه لسه مش باينه قوي. لكن التمريرات الصحيحه عندهم قدره
على البيلد اب، عندهم قدره ان هم يحتفظوا بالكره بشكل كويس يعني. صحيح، واصلين لنسبه 84% من معظم التمريرات عندهم بتبقى تمريرات الشورت باسس اكتر او التمريرات القصيره، بيلعبوا اللونج باس ايضا وهنوريها النهارده في ارضيه الملعب بيلعبوها ازاي. معدل الاهداف زي ما قلنا 17 بالنسبه للي دخل مرماه 3 اهداف، ومعدل التصويب على المرمى زي ما قلنا 12. لو هننقل بقى كابتن هاني ازاي هم بيعملوا كده، حضرتك قلت حاجه مهمه جدا، الاستحواذ، هل استحواذ سلبي هل استحواذ ده مهم. ايجابي، لو نبدا بالحالات ونخش على البيلد اب وبناء الهجمه ازاي بيعملوه وازاي بيعتمدوا على مين بالذات، يعني دايما بيبداوا الهجمه من ورا اعتمادا على الاثنين سرد باكات طبعا جمال حركاس واسماعيل المقدم. طيب ده نبدا نشوف ده طبعا عمليه البيلد اب او عمليه البناء في حاله لو الفريق اللي قدامه ما بيلعبش هاي بريشر، بيلعب يمكن تلتين ملعب. صحيح. اتفضل يا باسل. زي ما قلنا هم دايما بناء الهجمه كابتن هاني بتكون من ورا باعتمادا على اثنين سيرد باكات، وبيبدا بيلعب دايما كابتن هاني الاثنين الاظهره بيلعب بيهم كفول باك بيطيرهم، ودايما بيعتمد على اثنين سيرد باكات سواء جمال حركاسه او اسماعيل مقدم، وبينزل لهم دايما زي ما احنا شايفين كده رقم 4 اهوت، ده اللي ناحيه الشمال ده اسماعيل المقدم اللي هو اصلا بيلعب سيرد باك، فهو اللي بيفتح كابتن هاني ناحيه الشمال او الناحيه الثانيه برضو بينزلوا ناحيه يعني خلينا بس يعني هو بيبداوا السيرد باكين يفتحوا، والباكين اذا كان ظهير ايمن ظهير ايسر بيطلعوا لقدام، وبيبقى صحيح. واحد من نص الملعب رقم 4 دوت بينزل، ويبقى تقريبا بيبداوا اكنهم بيبداوا بثلاثه، يعني البيلد اب بثلاثه من ورا يعني. صحيح، بيلعب البيلد اب بشكل ثلاثه او مثلث مقلوب، دايما بينزل لهم من نص الملعب سواء كان اهولو الراجل الديفندر او بينزل لهم وليد الصبار. صحيح. يعني احنا لو مشينا كابتن هاني احنا زي ما قلنا دايما الاظهره بتلعب الفول باك بيطيروا، ويبدا هنا زي ما احنا شايفين ناحيه الشمال ده الراجل البنتاجي يعني هو دايما بيطير علشان يفتح له في يسري بوزوك الراجل الجناح الشمال اقصى الشمال زي ما احنا شايفين، وتبدا الهجمه. هم عندهم استراتيجيه هنا في حاله البيلد اب زي ما حضرتك قلت بالظبط، ان الفريق المنافس ما بيلعبش الهاي بريشر الضغط العالي، فبيلعب هنا لو بلوك الضغط فبيسمح له ان هو يتحرك براحته. هم عندهم الميزه ان هو دايما بيسحب الفريق الخصم ناحيه الشمال او ناحيه اليمين، ويبدا يلعب اللونج باس او بيغير الملعب. يعني احنا لو كملنا شوف يعني هو يفتح مساحه يعني هو بيبدا يميل الكره ناحيه اليمين لما أو الفريق ناحية الشمال. أو مثلا لو فريق النادي الاهلي بدا يضغط ناحيه الشمال بتتعمل سريعه جدا تروح الناحيه الثانيه ناحيه اليمين بالظبط، بيستغل المساحات هنا بيستقبلها طبعا سواء كان عبد الله عبد الاله مدكور او اللي يعني ده اللي هيلعب بديل عبد الصمد بدو زي ما قلنا مصاب، والناحيه الشمال دوت زي ما شفنا نوفل الزهروني يا كابتن هاني ده الجناح اليمين بينزل ودايما يعني لو كملنا هتلاقيه بيلعب الكوره في ظهر المدافعين، بيجي له طبعا الجناح الشمال او بيجي له طبعا سواء كان حمزه خابه او محمد زريده الراجل اللي بيلعب دايما صانع الالعاب تحت الاثنين او الشادو بالظبط كده. يعني لو كملنا هنشوفه بيلعب بقى بيستقبل هنا وبيلعب على طول اللونج بول ده اللي احنا بنتكلم عليه، يعني معظم لعبهم في التمريرات القصيره هي اكتر عشان الاستحواذ، ثم بيبدا ان هو ينقل الهجمه بالشكل دوت سواء كان يلعب اللونج بول في ظهر الخصم او المدافعين سواء كانت من ناحيه اليمين او ناحيه الشمال. وده لو شباب احنا ننقل بقى على الارقام ونشوف المعدل استحواذ الكوره في الملعب النسب المئويه عامله ازاي، وهنا زي ما حضرتك قلت بالظبط الاستحواذ عندهم واصل لنسبه 53-54% بس فين في الملعب برضه عشان الناس تفهم، الجزء الاولاني نص الملعب اللي على الشمال اللي عليه 54% ده وسط الملعب بتاع فريق الرجاء او بالزبط. الوسط نص الملعب الدفاعي، بنبدا نقسم نص الملعب الثاني وهو نصف الملعب المهاجم الهجومي نصين، هو عنده استحواذ 28% على نعتبر في نص الملعب او الثلث النص الملعب الهجومي الاوسط، صحيح، و 18% ده في الثلث الاخير بالظبط، يعني هم 54% ده المعدل لعب الكوره بيكون في نص ملعبهم زي ما حضرتك قلت بالظبط. لو اتكلمنا على الثلاث خطوط الخط الاوسط 28% او حتى على زون 14 او زون 14 اللي هي امام منطقه الثلث الاخير يعني. الثلث الاخير هنا برضو نسب مش كبيره جدا لانه دايما البيلد اب والاستحواذ وشورت باس بتبدا دايما من الخلف وبيمثل نسبه كبيره جدا من استحواذهم. ده بيقول لنا ان الاهلي لازم يلعب هاي بريشر عشان نبدا ان احنا نغلطهم وناخد الكوره منهم في الثلث الاخير عندهم. تمام. لو هنمشي بقى هنشوف يا كابتن هاني الناحيه الهجوميه عندهم نفس الكلام، احنا بنتكلم في الخمس ممرات الهجوميه يعني عشان نشرح زي ما كل مره بنقول يعني الممر طبعا الممر اللي بتتكلم على اذا كان عندنا خمس ممرات 1 2 3 4 5 ناحيه اليمين
اللي هو ناحيه الباك الشمال بتاعنا، وبعدين الممر الداخلي الايمن، يعني احنا بنتكلم عن الممر الخارجي الايمن اللي هو فيه سته، الممر الداخلي الايمن سته، وده طبعا العمق اللي هي فيها لعبه واحده، وسبعه دوت طبعا الممر الشمال هو الداخلي والخارجي اللي هو فيه سته. يعني ده عشان برضه عشان الناس تفهم برضه، يبقى لو بنتكلم على الممر رقم سته اللي هو ناحيه الشمال ناحيه علي معلول بالظبط، جنبه عبد المنعم صحيح، وبعدين جنبه ايا كان موجود متولي او ربيعه، نتكلم على محمد هاني اللي في الزون رقم سته. مظبوط، يعني ده كان ماتش الوداد الاخير في الدوري المحلي عندهم يا كابتن هاني. بتورينا هنا دايما بيلعبوا على الاطراف زي ما قلنا، بيطير او بيلعب الاظهره كفول باك، بيطيرهم وحتى الاجنحه وبيرمي الكوره. الارقام دي عدد الهجمات من المنطقه اللي اشتغلوا عليها بالظبط. يعني الممرين اللي هو فيه سته وسبعه اللي هو الممر الداخلي الايمن والممر الداخلي الشمال بالظبط كده، ده اللي بنسميها الهاف سبيسز او انصاف المساحات اللي هي دايما ما بيلعبوش او بيلعبوا فيها بشكل ايضا كبير، لان الاطراف بيستلم الكوره بيقدر ان هو يقطم او يدخل لجوه، اما اللعب في العمق مش كبير على عكس من سان داونز لما كنا بنشرح قبل كده. وده بتقول لنا ازاي زي ما حضرتك قلت بالظبط، سواء كان معلول او سواء كان هاني، ازاي نقفل الممرات دي بشكل كبير، لان هو في المهمة ديت ان بيعتمدوا بشكل كبير جدا على الاجناب، اللعب على الاجناب بشكل اذا كان ناحيه اليمين او الشمال بيعتمدوا على هجماتهم بشكل كبير جدا من الاجناب. ده صحيح. مهم جدا. ده كان ماتش الوداد، لو كملنا هنشوف ماتش الفتح خسروا 3-0 بالمناسبه في ماتش الفتح، وبالنسبه لماتش الوداد كان تعادل نفس الكلام. هنا كان بقى هنا عندهم هجمات اكتر في رقم 10، ده رقم كبير بيلعب من الداخل اهو بالظبط. يعني احنا دلوقتي، ولكن احنا لو كملنا مع الافريج او المعدل العام بتقول لنا لا هم ما بيلعبوش في العمق بشكل كبير. يعني المباراه ديت كان مباراه الفتح وخسروا 3-0، فهم لما بيلعبوا في العمق بشكل اكبر فالخطوط عندهم خفيه بتفتح، فهم استقبلوا اهداف كتيره وخسروا 3-0 تمام. فده برده يعني 12، احنا بنتكلم لو احنا بنتكلم على ناحيه الشمال كابتن هاني، احنا بنتكلم في تقريبا 18 لعبه اتلعبت من ناحيه الشمال، يعني وهنا 17 دايما صحيح. الاطراف هي الاكبر معدل من رقم 10 حتى اللي في العمق مظبوط. لو نكمل الماتش الاخير كان حسنيه اجادير برضو، هنا بقى بص حتى العمق 3 يعني برضو ما فيش، هتلاقي برضو الاطراف هي النسب يعني الأكبر. استغلوا تقريبا 24 هجمه من ناحيه اليمين، بتتكلم على 20 هجمه من ناحيه الشمال وثلاث هجمات بس من العمق صحيح. وده اللي شفناه لما كان الظهير بيتقدم وبيلعب اللونج بول في ظهر المدافعين في ناحيه اليمين او ناحيه الشمال. ده بالنسبه للبيلد اب والشكل المعدل لعب الكره بيكون فين بالظبط. لو هنتكلم بقى على اهم مشاكلهم او نقاط الضعف عندهم، الكرات الثابته دي بقى حاجه كده احنا لقطناها من الماتشات الاخيره للفريق الرجاء. ده طبعا كان مباراه الفتح يا كابتن هاني، في الكرات الثابته عندهم مشكله كبيره جدا في التمركز، في غلق الزوايات، حتى حارس المرمى، حتى الحيطه هنا اللي واقفه بشكل غلط، الكره اتلعبت بشكل مباشر جون، يعني دي اتلعبت على طول في المرمى بقت جون من غير يعني اي حاجه، من غير اي مجهود. دي اول كره ثابته، ده اول مثال في مباراه الفتح. نكمل نشوف برده الامثله الثانيه، ده ماتش الوداد، ده كرة ثابتة برضه يا كابتن هاني، على فكرة بتكلم على آخر ست مباريات، احنا مش ما بعدناش كتير. هنا مباراة الوداد كرة ثابتة برضه اتلعبت، يعني لو نكمل نشوف التمركز بتاع المدافعين ما فيش. أيوة طبعا، ارجع للصورة اللي فاتت برضه عشان مهم جدا تعرف. أولا لازم تعرف التمركز دلوقتي أوريدي هم داخلين جوه قوي، يعني لو أي فرقة مميزة في الحالة الدفاعية أو منظمة اعتقد كل المدافعين لازم يكونوا على خط ال 18 مظبوط، لان الكره هتتلعب، فعندهم دلوقتي هيخشوا الصوره الثانيه هتلاقي تقريبا كل اللعيبه في ال 6 يارد يعني. وده اللي حصل هنا في اتفاق عددي، خلاص هربوا وما فكانش في رقابه بشكل مظبوط، ودي طبعا ترجمه هدف على طول، يعني نكمل هتلاقي خلاص الكره بقت في الشباك، لمسها طبعا لاعب الوداد. نفس المثال ماتش الثالث كان حسنيه اجادير، ده بنتكلم على اخر ست مباريات، ضربه ثابته نفس الكلام من ضربه ركنيه. نكمل برضو ونجيب الحاله اللي بعدها سريعا، وهنشوف برضو ابرز مشاكلهم في الكرات الثابته. يعني انت بتتكلم عندهم مشاكل في الكرات الثابته الدفاعيه مظبوط تمام. يعني نكمل نشوف المثال اللي بعد كده، هدف هي نفس الكلام هنا، ضربه ركنيه، ضربه ثابته او ضربه ركنيه يا كابتن هاني اتلعبت، ده ماتش حسنيه اجادير نفس الكلام على طول، مفيش الرقابه الصحيحه في وترجمت لهدف على طول. يعني نتكلم في اخر ست مباريات عندهم مشاكل كبيره جدا في الكرات الثابته. يعني نكمل برضو في هجمه ثانيه، ده برضو من ناحيه الشمال، بتقول لنا برضو من اهم من مشاكلهم يا كابتن هاني الكرات العرضيه، الكروسات بتلعب من الاجنحه سواء يمين شمال، هنا برضو ترجمت لهدف وعندهم مشكله كبيره. يعني الكره اللي فاتت دي كانت كره متحركه، دي متحركه غير الثابته، الثلاث اربع امثله اللي شفناهم دي كانت كره متحركه برضو، بتبين لنا اهم مشاكلهم في الدفاع والتمركزات حتى في الرقابه. ده بالنسبه لاهم مشاكلهم. كان عندنا هدف الفتح
هنا بقى هدف مميز جدا بتورينا هم برضو عندهم بيخرجوا بره التركيز في معظم اجواء المباراه. كابتن هاني ده كانت مباراه الفتح، لو هنتكلم الفتح بدا البيلد اب من الخلف ومشوا بالكوره من غير اي ضغط من فريق الرجاء. لو هنكمل الكوره اتلعبت من ورا خالص من عند حارس المرمى، ده فريق الفتح خلي السرعه اسرع شويه اسرع شويه هتلاقي البيلد اب دي كل تمريرات ده فريق الرجاء الاخضر طبعا عشان نكون عارفين لابس. بدات الكوره اتنقلت 1 2 3 اكتر من 10 تمريرات راح على المرمى. نكمل مفيش ضغط مفيش حتى التمركزات هنا لو وقفنا في اتنين وحدهم واحد في اخر يعني انت بتتكلم الجزاء. هو طبعا برضه مع اعتبارات مختلفه للدوري المغربي ودوري الابطال صحيح. مع اعتبارات مختلفه لاكيد كل احترام فرق الدوري، ولكن انت بتلعب قدام النادي الاهلي وبالتالي ما اعتقدش هم هيكون عندهم هذه الاريحيه انه ما يضغطش على فريق النادي الاهلي. لكن خلينا في النقاط اللي انت اتكلمت عليها بشكل مميز جدا، مشاكل واضحه جدا في الكرات الثابته الدفاعيه، مشاكل واضحه جدا في العرضيات الكرات متحرك. حتى المتحركه العرضيات ما بيتعاملوش معاها بشكل جيد. مظبوط مظبوط. ايه بقى عايزين نعرف كمان نقاط القوه عندهم متميزين في ايه بشكل كبير يعني. الكره الثانيه دايما ممتازه. هنا بقى بتورينا مثال نقاط القوه عندهم. دايما في اوقات لما يكون التركيز عالي جدا بيلعبوا الهاي بريشر، يعني ده هم هنا عملوا الهاي بريشر بشكل كويس جدا. الكره الثانيه دايما بتاعتهم، يعني دايما بهدف المنذر للكبير ان الكره الثانيه تبقى بتاعتك، ودي اللي شفناها في معظم يعني لقطات كده في بعض المباريات اللي فاتت. كابتن هاني لو نرجع للصوره اللي قبلها ونشوف الضغط العالي اللي عملوه، الكره الثانيه هنا اتردت خدوها وبيرموها على طول في الاجنحه زي ما قلنا. يعني لو نكمل هنشوف هم استحوذوا على او خدوا الكره الثانيه بيكسبوها بشكل كويس جدا ثم بيرموا الكره بسرعه في الاطراف سواء ناحيه اليمين او ناحيه طالما هتاخد الكره الثانيه وانت اوريدي في الثلث الهجومي هتبقى قريب على المساحه، هتبقى قريب جدا من حارس المرمى وهتبقى قريب انك تعمل هجمه خطيره يعني. صحيح. يعني هنا عايزين نقول الهاي بريشر لما بيعملوه بشكل مميز، الكره الثانيه بياخدوها بشكل مميز وده من اهم مميزاتهم، ولكن على ده مستوى الهجومي او الضغط اللي بيعملوه بشكل كويس جدا هي. اما من ناحيه الدفاع زي ما شفنا كده لا في بعض المشاكل سواء كان في التمركز في الرقابه كرات ثابته زي ما قلنا. بس غطت لنا شكل مميز جدا ودايما متالق. عرفنا منك ان عندهم بعض الثغرات في النواحي الدفاعيه على الكرات الثابته الدفاعيه، كمان عندهم زي ما انت اتكلمت مهم جدا وده يترجم كمان يمكن اكيد طبعا كولر اشتغل وعارف نقاط ضعف القوه واشتغل عليها مع فرقتنا بشكل كبير، لكن كان مهم كمان ان احنا نعرف من نجمنا محمد الباز اللي بنشكره شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا. شكرا كابتن هاني وان شاء الله فوز بكره ونخلص المباراه هنا يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. نرجع مع حضراتكم ومع كباتننا نعرف كمان رايهم الفني في اللي قدمه محمد الباز معانا النهارده ونتكلم عن نواحي فنيه كثيره جدا جدا. كابتن ماهر سمعت الباز ويمكن اهم حاجه اتكلم فيها وحضرتك طبعا ملك الهيدرز على مستوى مصر في تاريخ مصر كلها الحقيقه، اتكلم الباز عن المشاكل في التمركز وفي الكرات الثابته الدفاعيه والكرات المتحركه الكروسات اللي بتتلعب، ازاي النادي الاهلي بقى يستغل القصه دي بشكل كبير، ويمكن في بعض الفترات كان عندنا مشاكل ان احنا ما عندناش حد بيلعب بدماغه كويس، عندنا بعض المشاكل في الفترات البعيده شويه ان الكثافه الهجوميه مش موجوده، فحتى لو عملت الكروس هتلاقي واحد او اثنين. ازاي النادي الاهلي يشتغل ويستغل الجزئيه دي بكره ان شاء الله؟ يعني زي ما قال الباس كده كابتن هاني ومستر كولر اكيد بيتابع بشكل كبير جدا وبيحلل الاداء الفريق من الناحيه الدفاعيه من الناحيه الهجوميه. واضح قوي ان هم عندهم مشاكل في خط ظهرهم، يعني شفنا الكرات العرضيه اللي بتتعمل من على الاطراف بتسبب لهم مشاكل بشكل كبير. هي عامه يا هاني هي من اخطر الكور، الحاجات اللي طبعا فيها صعبه، الحاجات اللي فيها الاوفرلاب او الحاجات اللي فيها الهاف كروس اللي هي بتبقى قدام المدافعين بتبقى صعبه جدا، المدافع بيبقى في مكان زي المهاجم. فمهم جدا ان احنا عندنا كمان طرفين بقيمه محمد هاني بيجيد الحاجات ديت وهو بيجري، يقدر يعمل هاف كروس وهو بيتحرك كرة بتتحرك، وفي نفس الوقت كمان بيبقى شايف يقدر يلعبها لمين اللي موجود في المنطقه. كمان علي معلول طبعا متخصص طبعا صراحه الحاجات المتحركه والحاجات الثابته بشكل كبير، فاكيد طبعا الحاجات ديت مستر كولر هيشتغل عليها، الحاجات المتحركه ازاي احنا نبقى في خط ظهرهم ورا الباكين بالذات في المساحات اللي هتبدا نخلقها
ازاي يتعمل الهاف كروس او يتعمل الكروس العرضي اللي هيبقى مؤثر. لكن مهم يا هاني زي ما انت قلت الكثافه العدديه، الكثافه مزلوط. العدديه دي مهمه جدا، واضح قوي ان النادي الاهلي الفتره اللي فاتت فعلا عندنا كثافه عدديه حتى كمان المدافعين من خلف. يعني النهارده حمدي فتحي بيطلع بيكمل طبعا مكان راس الحربه، مع اذا كان كهربا في مكان راس الحربه حمدي بيبقى مره على يمينه، الناحيه الثانيه مروان ممكن مره يبقى على شماله لو كره من ناحيه هاني، وحسين بيخش وبيرسي تاو بيخش بالظبط. فدي مهمه جدا كمان، مهم ان الحاجات الثابته واضح قوي ان هم رقم واحد ما فيش كفرنج على 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 الحيطه، يعني واحد بس اللي واقف في الفاولات الجانبيه ليها شروط. يعني الفاولات الجانبيه اللي هي مؤثره على ال 18 رقم واحد انت بتحط اثنين حائط صد، رقم اثنين بيبقى فيه ليبرو عشان يغطي وراهم ياخد الجبهه اللي هي لو عدتهم يقدر يبقى فيه ليبرو بيغطي الكلام ده، رقم ثلاثه يبقى الباقي كله ماسك مهاجمي النادي الاهلي وحطه في حضنه وبيبدا يتعامل معاه. واضح قوي ان هم عندهم قصور في التمركز رقم واحد، وفي الرقابه رقم اثنين، وبعد ما الكره تتحرك رقم ثلاثه كلهم باصين للكوره، يعني باصين للكوره شايفين الكوره بس لكن مش شايفين الخصم اللي في ظهرهم، ودي بتسبب لهم مشاكل يمكن في الماتشات الاخيره حصل فيهم انه دخل فيهم اهداف. نتمنى طبعا يبقى من ضمن جمل التكتيكيه لمستر كولر الحاجات الثابته نركز عليها بشكل كبير جدا في هذا اللقاء. كابتن عمرو هسالك سؤال وهتجاوب لي بعد الفاصل، لان هنطلع فاصل. من الحاجات اللي شفناها ان هم قادرين في الثلث الاخير ان هم بيضغطوا ضغط عالي وقادرين على الاستحواذ على الكره الثانيه، وبالذات الكره الثانيه بتديهم اولويه ان هم يفنشوا الهجمه بشكل خطير او يخلقوا فرص للتهديف. عايز اعرف ازاي نوقف الحته ديت من شكل تكتيكي، ازاي نوقف الجزئيه ديت، اسمع منك لكن بعد الفصل. اهلا بحضراتكم في ليله مباراه النادي الاهلي والرجاء المغربي، وكان في سؤال للكابتن عمرو وكنا بنتكلم على عندهم جزء مهم جدا فريق الرجاء، ان عندهم الثلث الاخير تلت مميز وبيقدروا ياخدوا الكرة التانية وبالتالي يقدروا يخلقوا فرص لإنهاء الهجمات. رأيك الفني ازاي قلب الملعب؟ بتكلم على الاثنين سيرد باكين، بنتكلم على الاثنين الديفندر او الواحد الديفندر، يعني بلغة الكرة قلب الملعب بتاعنا يشتغل ازاي بكرة؟ مراقبة قوية نشتغل يعني اذا كان حمدي هيلعب، اذا كان أليو ديانج هيلعب، يبقى نلعب واحد وقدامه اثنين، ولا نلعب اثنين وقدامه واحد، يعني المثلث مقلوب، ولا يبقى في واحد قدام السردباكين، ولا انت تفضل يبقى في اثنين قدام السردباكين وبنلعب 4-2-3-1 الطبيعيه بتاعتنا يعني. بص يا كابتن هاني، على الورق والشكل العام والسبوره اللي بيشرح بيها كولر احنا شايفين في اثنين، بس الراجل بالظبط بالظبط بعد خمس دقائق بيبقى اثنين قدامهم واحد، هنقول متولي وعبد المنعم مروان، بيدي احساس للمدير الفني لفرقه الرجاء انقل واستحوذ وشوف انت بتحضر ازاي، بيقرا مجريات اللعب في حاجات معينه. بعد سبع دقائق او عشر دقائق بيدي مهام لحمدي فتحي في التلت اللي قدام مروان، شكلا عاما جوه نص الملعب الثلاثه موجودين، مروان قدامه حمدي يعني فتحي والسولاي. يعني بتتكلم ان حمدي فتحي بيزق بيبقى 8 شويه بالظبط، وعمرو السولاي بيزق يبقى 8. انت التاني بتوصل بيك انك عندك خمس مهاجمين ما بتفكرش، تاو وحمدي والسولاي وحسين وكهربا. على الورق انا هعمل ليبرو مقلوب من نص الملعب، مروان قدامه حمدي والسولاي، وهيبقى في ظهري متولي وعبد المنعم. صحيح. لو اتزق من جنبي يميني وشمالي جه هاني وعلي معلول، انا طبيعي ان انا هيلعب عليا فرود واحد، فحسب اتجاه اللعب لو جهت عبد المنعم وحسب سرعات اللعيب ان هو طوله 185 اللي هو حمزه خبأ ان هو طوله 185 سم بيجيد العاب الهواء بياخد المساحات، هو الراجل مقتنع ان علي معلول هو اللي بيزيد باستمرار، علي معلول هو مصدر الازعاج. دلوقتي بقى هاني ما شافش تاو بقاله كتير 90%، وزي ما حضرتك كنت بتقول ان هو مذاكر النادي الاهلي طبعا. المذاكره بتاعت كل مره مختلفة، كولر عنده برشام مختلف، بيغش كويس قوي، بيغش ان انا ما بديكش اريحية انت مش عارف انا هشتغل ازاي. حسين ناحية الشمال ما انا تملي عارف ان ده عبد القادر، من ناحية اليمين ما انا عارف انه ممكن يبقى طاهر، بس هو شكلا مروان اللي بيجيد له الحتة دي، بيعرف يعمل التغطيات العكسية من ناحية اليمين على هاني، بيعرف يفسد الهجمات اللي بتوصل لمحمد عبد المنعم ومتولي. أهم حاجة فوقان عمرو السولية وحمدي هو اللي هينجح الحتة الهجومية عند النادي الأهلي. مروان عارف هو بيعمل ايه،
الخطا اللي هو وقع فيه في مباراه المقاولين وصححه له كولر، بقى بالنسبه له درس مفهوم قدام عينيه، بعرف اجمع ما بين النقل ما بين الدفاع والهجوم، ان انا بعمل بالانس، بعرف اميل حسب اللعبه بشتغل ازاي، هاني يبقى شغال جماعي، هاني وتياو من ناحيه الشمال، يبقى انا عارف ان علي معلول لغايه نص الملعب ويشتغل الشغل حسين الشحات اذا كان في العمق او من على الاطراف. اهم حاجه عندي اللي هينجح دي هو فوقان مروان عطيه، ان طريقه اللعب بتاعه الراجل 4-1-4-1. جميل. ما حد هيقول لي بيشتغل ازاي، هو بيشتغل كده. جميل. كابتن ماهر، الجزئيه كنا بنتكلم يمكن في الفاصل وقلت لي ممكن نتعب شويه لو هو بيلعب في الزون ديفنس في التلت الاخير، يعني تقريبا بعد قبل نص الملعب كده ب 10 متر عند الدايره، ممكن يتعبنا لو وقف يعني فريق الرجاء بشكل مكثف في هذه الجزئيه. مش شايف ان ممكن يكون ليها حلول عن طريق الاجناب على سبيل المثال؟ ان احنا طبعا عمرو بيتكلم على محمد هاني اللي اتطور كتير جدا في النواحي الهجوميه، نتكلم على علي معلول، ممكن جدا يكون حلول فرديه داخل ال 18 لما المسافات تبقى ضيقه، عندك حسين عامل دريبل كويس، ممكن تاو. يبقى تاو يعمل دريبل كويس. حلولها انت شايف كمان حلولها ايه لو لعب بالطريقه ديت؟ هو لو لعب بالطريقه ديت هاني اللي هو ال 30 يارده 25 يارده في نص ملعبه، وهو هيبقى بطريقه 5-4-1، هو عايز يقفل على مفاتيح لعب النادي الاهلي، عايز يضيق المسافات، مش عايز الكورسات العرضيه اللي فيها خطوره اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي في ظهر الباك، لا ده هو عايز الكورسات العرضيه اللي قدام الباك، يعني مثلا محمد هاني يبقى قدامه جناح وفي وراه وسط ملعب وبعدين وراه باك، عايز الكروس بتاع محمد هاني يبقى هو شايفينه، دي بقى هتمثل لنا خطوره، ممكن تديهم ثقه، كل كروس يتلعب يطلعوا يطلعوها ويبداوا ياخدوا الكره الثانيه ويبداوا ياخدوا الكره الثانيه، هم في الكره الثانيه شطار. خد بالك منذر لو ما لعبش كده يا هاني هتسبب له مشاكل كثيره جدا جدا. ليه؟ لان احنا هنقدر نصطاد الرجاء البيضاوي وهو بيهاجمنا في نص ملعبنا، لان طبعا لما هاجمك في نص ملعبه بكونتر اتاك او بدخول بعض اللعيبه من نص الملعب بيزيدوا مع المهاجمين، هنا استحواذ النادي الاهلي مستر كولر معلم اللعيبه حاجه جميله قوي. في حته الاستحواذ وانت في نص الملعب ما تحضرش، لان عدد الرجاء موجود عندك 6 لعيبه. ازاي تضرب الست لعيبه؟ بكره بينيه. ودي اللي بيعملها مروان، ودي اللي بيعملها حمدي فتحي، وهي اللي اثرت في المباراه الماضيه على نتائج النادي الاهلي، يعني جمله من ضمن الجمل اللي الراجل بيشتغل فيها بذكاء ومحافظ فيها اللعيبه. فالنهارده لو منذر فتح الجيم هيبقى في مساحات في ظهره بشكل كبير، خصوصا انهم عندهم مشاكل في حته التغطيه والميلان وحته الرقابه بالنسبه لخط الظهر، فهتساعدنا بشكل كبير جدا، هيبقى في خطوره على خط ظهر الرجاء نقدر نستغله بشكل كبير، نقدر نوقعه في اخطاء ونقدر نجيب اهداف من خلاله. انت بتتكلم على العمق، العمق زمان لو تفتكر كنا بننزل وليد صلاح الدين في اخر نص ساعه عشان عنده مهاره الدريبل بالكوره، عنده مهاره المراوغه، فبرضك دي موجوده في بيت ستاو، نقدر في الاستحواذ يقدر واحد ضد واحد يقدر يفوت، عندنا كهربا كمان بيجيد الجزئيه ديت، حتى لو ما فاتش يقدر ياخد فاول، فاول خلال المنطقه زي ما احنا عارفين ان هم واضح قوي، ونقدر وحسين نفس الكلام عنده برضك المهاره والمراوغه، فدي برضك من ضمن الجمل اللي احنا بنعتمد عليها بشكل كبير جدا في اختراقات الدفاعات لما تبقى بهذا التكتل. طب تعالى انا وانت عمرو كده نشوف انت المدير الفني نزير الكبير وانا كولر، ونشوف انت هتبدا ازاي وانا هقابل ده ازاي، انت تبدا ازاي؟ يعني تبدا زي ما الكابتن ماهر كده بيتكلم ان انت هتبدا زون ديفنس من 25 متر وانا اقول لك ممكن حلها ازاي، ولا هتبدا تلتين ملعب، ولا هتستنى شويه، ولا ممكن تضغط، ممكن تعمل مفاجاه يقول لك انا ممكن اول 5 دقائق اعمل هاي بريسنج على النادي الاهلي علشان ما يعملش البيلد اب بتاعه وابدا انا اخد زمام المباراه. تخيلك هيبدا ازاي المباراه؟ خلينا نتكلم في اول ربع ساعه. بص يا كابتن، يمكن هو ما بيجي يشتغل، حضرتك كنت بتشرح دلوقتي مع الباز 3 بيفتح في البيلد اب بالظبط كده، بيفتح عشان يحضر ويبتدي يعمل العكسيات عشان يشتغل من على الاطراف. هو تملي على الورق هتلاقيه بادئ بثلاثة وكثافة عددية كبيرة جدا في نص الملعب، هتبقى مثلا 5. أنت بتضيف 5 يعني لأنه بيطير الباك اليمين والباك الشمال. بالظبط كده، يعني بدل ما هقول 5-3 أو 5-4-1 بقت 3-5-1-1. 1-1 مش هقول 2، هو مش هيهاجم النادي الأهلي باتنين، هو بس في الكونتر أتاك.
هيستعمل المحطه اللي هيشتغل من عليها. اهم ناس هينفذوا له ده هي الناس اللي في نص الملعب، الاربعه او الخمسه الموجودين بعد ما بطير الجنبين، عشان يبقى عنده هو طبيعي ان هو عارف مجرد ان الاهلي عمل الهجمه المرتده عليه، عارف ان في واحد في العمق هيبقى مع كهربا، وعارف حسب اتجاه الكره، لو من ناحيه الشمال هيبقى حسين الشحات، لو من ناحيه اليمين بيرستاو. ميزه كولر في حاجتين عشان يتفوق على منذ الرحال، في وقت ان انا في الجزء الهجومي بشتغل بالعامل الفردي ما بين تاو وما بين حسين الشحات، وبشتغل بالعامل الجماعي لو عملت الكروسات العرضيه من جهه محمد هاني وعلي معلول بالربط ما بين الاثنين، محمد هاني وبرستاو او حسين الشحات وعلي معلول. الاهم يا كابتن وفره، اللي انا ما بحبش اقول الجمله دي، وفره نجوم النادي الاهلي، ما اقدرش اقول وفره بدلاء، وفره نجوم النادي الاهلي اللي بره عندهم حلول، الراجل ده بيعرف ياخد من المباراه اللي هو عايزه. تكرار مباراه ريال مدريد ان انا اوصل لغايه 90 دقيقه وعندي امكانيه ان انا اقفل المباراه ويحصل فجوات صغيره في 8 دقايق يقلب لي شكل المباراه، ده مش هيكرر تاني في مباراه سان داونز، مش هتكرر تاني. انا عارف اهم حاجه المرتد عليا اكون انا صاحي ليه، اللي هو المراقبه بعد نص ملعبي مان تو مان، همسك مان. في الجزء الهجومي عندي الكثافه العدديه داخل الصندوق لعدم المراقبه في الكرات العرضيه من على الاطراف لازم استفيد منها، اللي هو الكابتن ماهر قالها ايه، ان كهربا بقى عنده فيرود انصاف الفرص، اللي بيجي لي اكون ايجابي، ولازم اهتم بتسديدات حمدي فتحي وعمرو السوليه من العمق، هتفرق معايا في الحاجات الفولو على حارس المرمى انس الزنيطي، دي مهمه جدا. والكور الثابته بتاعت النادي الاهلي لازم تبقى ايجابيه مش تحصيل حاصل، والحاجات اللي فيها الوان تو والدبل باس والحاجات الصغيره دي هم مشهورين بيها، بس مع النادي الاهلي حلول فرديه لخمس لعيبه عندهم الحلول دي، تاو، حسين الشحات، حمدي فتحي، عمرو السوليه، كهربا، اضافه ليهم مروان. انا عايز اقول لك حاجه يا هاني، اتفضل لو سمحت. وانت خارج ملعبك عندك استراتيجيه بتلعب بيها، معظمها 75% الجانب الدفاعي و25% على كونتر اتاك او حاجه ثابته، دي الفرق الكبيره اللي مصنفه. لكن انت خارج ملعبك عايز ايه من الجيم؟ انت مش عايز تفتح الجيم. لأنك انت بتتكلم على فريق الرجاء، فريق الرجاء عكس النادي الاهلي، اخرج لبر الامان عكس النادي الاهلي، هيبقى حوالي 80% هجوم و20% في التنظيم الدفاعي. صحيح. فدي مهمه جدا. الفرق الكبيره المصنفه وهو عارف انه جاي يقابل النادي الاهلي، عارف النادي الاهلي اكتمل. انا في رايي كابتن هو اسف لقطع كلام حضرتك، بس انا حاسس انه هيشتغل على الجزء انه عايز يكسر رتم النادي الاهلي، بمعنى ان هو عايز يجر النادي الاهلي للريتم بتاعه، النادي الاهلي اكيد هينزل رتم عالي، ضغط عالي هو بقى هيحاول وانا هيحاول الحته دي بقى ايه تعطيل لعبه. الريتم العالي ده هاني انا اكتسب فيه بقى كرات عرضيه، وانا شايفها اقدر اصطادها، الكره الثانيه اقدر امسكها، اقدر اعمل استحواذ، اروح بفاول. ده فكر اللعيبه البروفيشنال المحترفين اللي موجود، ده معظم لعيبتنا عندها هذا الفكر. هو بالنسبه له ممكن يبقى اخد النادي الاهلي في اول 10 دقائق، يعني يحسس الجمهور ان جاي يضغط و و و واخد بالك، وبعدين ابدا الم. يعني استراتيجيه المباراه لازم تتقسم، هو اكيد مليون في الميه هيقسمها، هو كولر بيشتغل على مراحل، بس هو هيقسمها بنسبه كبيره جدا يا هاني، 75% مدافع. حتى على مستوى النادي الاهلي برضو خلينا نمشي السيناريو، كره فيها كل حاجه، لا قدر الله وصلنا لغايه الدقيقه 75 والنتيجه 0-0، النادي الاهلي مطالب ان يجيب جون على الاقل كمان جونين، خلينا نتكلم بكل امانه. عايز اتكلم على الحلول والبدائل اللي موجوده عشان نقدر خلال، وده حصل خلال الماتشين اللي فاتوا، انك حتى في خلال ربع ساعه تقدر تجيب هدف او اتنين. يعني نتكلم على البدائل، مين اللي موجود بره على المستوى، على مستوى تغيير رتم المباراه، على مستوى تغيير النتيجه بشكل ايجابي. وانت 0-0 هاني اكيد مليون في الميه هتبقى تغييراتك كلها هجوميه، معظمها افراد ولا تغيير في التكتيك، ممكن تغيير في التكتيك، يعني ممكن يبقى راسين حربه موجودين ما لعبناش بيها كتير مثلا خالص. انا بكلمك مثلا ليه، لان عندهم مشاكل في خط الظهر في الكور الثابته، عايزين نقدر نستغلها. يعني شريف يقدر يلعب بدماغه، كهربا بيقدر يلعب بدماغه، يعني بيتس طبعا قصير، الشحات يعني على استحقاق. برضك عندنا مشكله احنا في مهاره ضرب الكره بالراس، عندنا مشكله في الاطوال فعلا، بالظبط خصوصا في الاطوال.
الا كور الثابته بقى المدافعين لما بيطلعوا من نروح تحت. احنا الثلاثه بقى لان يعني انت متولي بيطلع في الحاجات الثابته، محمد عبد المنعم بيطلع، ياسر بيطلع، وهم دول فعلا اللي بيجيبوا. صح، من الحاجات ان محمد عبد المنعم بقى بيقلق عشان موضوع معلش برضك كسر مرتين، لا بس هو بيلعب كويس، لكن خلينا نتكلم بكل امانه في بعض النقص عندنا في الاطوال، وده بيساعد كتير جدا جدا في الكرات الثابته. عمرو تشتغل ازاي؟ يعني قول لو المباراه خدتنا لغايه مثلا الدقيقه 60 الدقيقه 70 ولسه المباراه مقفوله، يعني في شرط مهم قوي كولر هيقوله في المحاضره، ان انا من ايجابياتي هجومي وسلبياتي مرمايه ما يستقبلش حاجه. ايوه مرمايه ما يستقبلش حاجه، انا عايز اسمع، انا عايز اسمع. أيوة مرمايه ما يستقبلش حاجه. بص يا كابتن هاني، مجرد انك احرزت هدف، كابتن ماهر قسم الملعب على ثلاث مراحل او قسم الوقت على ثلاث مراحل، في بدايه الماتش خلاص الجيم اتفتح، في نص المباراة برضو الجيم اتفتح، في التلت الأخير اللي هو في الدقيقة 75 زي حضرتك بتقول، شكل لعيبة النادي الأهلي بقى، أسلوب اللعب، الراجل طور من أداء الأسلوب بالشكل العام، إن لاعب محمد شريف هاف ليفت مكمل تحت كهربا في مباراة سموحة، وأجاد الموقف كويس قوي، إن هو بيجيد اللعب برجل اتنين وبيعرف ياخد أماكن يعني تخليه اليد العليا جوه الصندوق. هيقوم مغير طريقه اللعب على حساب واحد من الاثنين، وهو بيبقى اكيد بعد مده زمنيه بيبقى عمرو السولي. عمرو السولي بيقوم مدي لحسين اريحيه صانع الالعاب رقم 10 عشان شريف بالتبادل ما بينه وما بين هو وتاو وكهربا، التبادل في حته الفرود الصريح، التغيير ما بينهم كان الثلاثه بيلعبوا سترايكر وبيلعبوا اجنحه. بالظبط، احنا بنقول عليهم شادو سترايكر الخفي الغير مرئي. شريف في الكره العرضيه لو الحاجات العكسيه زي ما كابتن ماهر بيقول، شريف يستفيد بيها، بيجيد اللعب برجل اتنين. كهربا الحاجات اللي في الصندوق بيعرف يخطف كويس. حسين الشحات في الحاجات اللي فيها زحمه عنده حلول، اذا كان مره واحده او التسديدات اللي على بعد، مش هنقول بيجيد العاب الهواء. تملي في اتنين مش هتلاقيهم جوه الصندوق بيجيدوا العاب الهواء، حسين الشحات وبرسيتاو طبعا بالذات. هياخد من عمرو السوليه جزء كبير اما يبعد لغايه نهايه الدقيقه 70 او 75. يمكن كولر تملي غياراته بتبقى من الدقيقه 63 ل 68 على مدار السبع ثمان شهور هو موجود، بيشتغل في الثمان دقائق دول حسب مجريات المباراه. تغييراته طبعا بتكون تبقى في الوقت ده وعلى حسب انت واصل فين للمباراه، حسب يعني. لو في بعد الشر اصابه بيبقى حاجه اضطراريه زي بتاعت صحيح رامي، لو مش اضطراريه انا عارف عايز ايه. عايز لو انا مستوى الاداء ايجابي واحرزت جون واتنين وان شاء الله ثلاثة، انزل قفشه يتحكم في رتم المباراه بالشغل استحواذ بقى، ده استحواذ خلاص، امتلك الملعب بقى، هاخد حته معينه. لو عايز اعمل محطه معينه على الاطراف هتبقى بحساب احمد عبد القادر، قوه معينه انا عايزها هتبقى على لطاهر. كل واحد ليه حاجه معينه. هل انت محتاج ايه؟ الضغط من البدايه كلاعيبه النادي الاهلي، هو حاجه من الاثنين، يا يفك بعد 10 دقائق وما يقدرش يستحمل الضغط العالي بتاع النادي الاهلي، يا اما زي ما الكابتن همام قال هيلعب بالخمسه مقفولين لغايه اول لما يستحوذ على الكوره وينقل صح، يخرج وينقل الكوره، يبتدي جمهور الاهلي يسقف له ان هو مش خايف وبيستحمل. جمهور الاهلي مش هيسقف لحد. هو النادي الاهلي برضه يا كابتن، على قد ما انا لعبت معاه مره ايام موسيماني مره واثنين والوداد، كان عدد الجماهير قد ايه؟ 2000 او 3000، مش 60000. هو لسه زي كابتن ماهر امام قال لسه ما شافش الاستاد شكله ايه، ساعه الاستاد شكلها ايه اما يبقى ال 60 موجودين طبيعي. من اول دقيقه لاخر دقيقه. ايجابيه النادي الاهلي من وجهه نظري ان انا ابقى ايجابي قوي واستعمل انصاف الفرص اللي بتجي لي، ومرمايا لم يستقبل اي كره خطره يدخله في الجيم تاني. صحيح، ده مهم كابتن ماهر، وجمله الشباك النظيفه بتبقى مهمه جدا في المباريات ديت. يعني بنتكلم لغايه بقى ما نوصل يبقى زي اوروبا كده، مفيش الهوم واواي، كله يبقى شغال بنفس الفرص، لكن ما زال طبعا هنا في افريقيا انك بتحافظ على شبكتك في المباراه اللي على ارضك، ده شيء مهم جدا على المستوى المعنوي، على المستوى الحسابي، على المستوى التكتيكي للفرق قبل المباراه الثانيه. شايف دفاع النادي الاهلي، وحضرتك طبعا ملك خط الدفاع في مصر، شايف خط دفاع النادي الاهلي ازاي الفتره اللي فاتت، وكمان ازاي يشتغل خلال مباراه بكره ان شاء الله؟ عايز اقول لك هادي كمان، احنا متمرسين طول ما عندك وقت، يعني احنا من زمان من ايام جيلنا احنا كان مستر ادكوت يقول لك ايه، طول ما الجيم 0-0 في الدقيقه 90 اقدر اجيب،
91 اقدر اجيب، 92 اقدر اجيب. والنادي الاهلي احنا شفنا بطولات كتيره جدا بنوصل للوقت الضائع والبدل الضائع وبنجيب جول وبنجيب اثنين طبعا. يعني اول ما بيجيب جول بتفتح معانا، متورثين اجيال ورا بعض بصراحه. يعني انا شايف ان يعني زي ما قلنا ثبات التشكيل بالنسبه لخط الظهر، يمكن هم مش محظوظين بتوع قلبي الدفاع يا هاني، يعني يمكن محمد عبد المنعم موضوع الاصابه بتاعت مناخيره ساعات بتعطله، رامي كتفه، يعني بعد ما بيحصل تجانس واحنا كمان احنا الاثنين عمرو وانت عارفين لما نبقى احنا الاثنين ثابتين في المكان ده بيبقى التجانس بالنسبه لنا ازاي؟ باللمحه، بالرقبه، بالبصه، بالكلمه، هاني بيطلع انا ببقى مغطي وراه، انا بطلع هاني بيجي ورايا، يعني الحاجات بالظبط كده. فاحنا برضك مش محظوظين ان احنا في الخط ده بالذات عندنا مشاكل في حته قلبي الدفاع. يعني تلاقي مثلا ايه بدا بمحمد عبد المنعم ومحمود متولي، فقلنا الحمد لله 400 بقى فيه قوه وفي توازن في حته التسليم والتسلم متولي والزياده العدديه، وبعدين شويه عبد المنعم رحمه اسمه ده متولي متعور فدخل ياسر مشي مع محمد عبد المنعم شويه، وبعدين فوجئنا بمحمد عبد المنعم بمناخيره فدخل رامي. فالتغيير اللعب في المكان ده يا هاني يقلقنا. انا شايف في المباراه دي يمكن ناس كتيره جدا مش واخده بالها من خالد عبد الفتاح. خالد عبد الفتاح في مباراه القمه اهلي وزمالك عجبني قوي في المكان ده. يبدا يا كابتن بكره من وجهه نظرك؟ اتمنى يبدا مع محمد. عنده الرشاقه والمرونه وعنده الانقضاض وعنده سرعات وعنده الخطوتين ميدوا عمرو الاولانيين دول. كابتن ماهر اهم حاجه، واحنا طبعا اشتغلنا مع كابتن ماهر سنين، اللي بيمسك مين المسمار. خالد عبد الفتاح من نوعيه مشير حنفي، الحاجات اللي فيها سرعات سريع، الحاجات اللي فيها التحام قوي، الحاجات اللي فيها مان مطلوب. فرق بين متولي واي مساك، محمود بيحضر وهو ده سمه الخواجه كولر، بيحب الناس اللي بتحضر من تحت. خالد مش كورته مش وحشه برضه. اه بالظبط، هو الراجل كمان طوره هجوميا. اما يلعبوا باك ليفت وباك رايت وسيرد باك، انت كده ده جوكر تقدر تشكله زي ما انت عايز. حته المان لعب في اصعب مباراه، اول اختبار ليه كان مباراه الزمالك. ايوه انت وانت بزير. بتلعب معاه انت عايز ايه؟ عبد المنعم العقل، خالد المان خلاص يمنع لك، هيمنع لي اي حاجه اي حاجه فيها التحام. بعرف امسك كويس قوي، بعرف العب مان كويس قوي، السرعات بتاعتي كويسه، الرشاقه بتاعتي كويسه جدا، نزولي على الارض وزيادتي المطلوبه على قد امكانياتي شغاله. جميل. وهو ده جزء في خالد وجزء في ياسر. طب عايز انقلك لحته تانية سريعا برضو من خلال الاحصائيات، وعرفنا ان فريق الرجاء قوته في الاجناب او بيلعب معظم هجماته اذا كان من الجنب اليمين او الجنب الشمال. طيب الادوار الدفاعيه لخط النص بتاعنا تتقسم ازاي؟ اذا كان سواء على مستوى تغطيه علي معلول، او ممكن يكون في كلام لعلي معلول ان هما ممكن جدا يعني ما يوصلش للفاينل لاين. موافق علشان ما يرجعش ال 40 متر دول، ممكن يشتغل لغايه نص الملعب، من بعد نص الملعب ب 10 متر كده ويكون في حلول اخرى. يعني فاكر يا كابتن هاني مانويل جوزيه كان بيشتغل ازاي؟ كان بيشتغل من جهه ناحيه اليمين بركات ومعوض، والشوط الثاني بيقوم معاكس اللعب، بينزل احمد صديق ويدي بركات مهام هجوميه، او اسلام الشاطر ويدي البركات الحته الهجوميه عشان اغير الدم والسرعات بتاعتي تزيد. هو هنا عارف ان منذر الكبير هيفكر في علي معلول، فعلي هيبقى شغله بعد نص الملعب ب 10 ياردات، عكس محمد هاني بيقدر يعمل الرده دي اكتر، او بيقدر الكفر اللي في الرجوع بالنسبه له. هيميل في الحته دي حمدي فتحي جهه علي، ومروان بيميل جهه هاني، وبيسيب السوليه هو الرابط ما بين كهربا والجنب الشمال في حسين والجنب اليمين في بيرستاو. حته الرجوع بالنسبه لعمرو السوليه اقل في المراحل من حمدي فتحي في الحته الدفاعيه. يعني عمرو في الحته الهجوميه افيد من حمدي، اما حمدي في الحته الدفاعيه يقدر يعمل الربط كويس قوي عند علي معلول. خد مروان بيميل على الاثنين كويس قوي. انا هاني عايز اقول لك ان لو معلول ما وصلش للتلت الاخير بالنسبه للرجاء هتسبب لنا مشاكل. ليه بقى؟ اقول لك ليه؟ لان انت برضك وجود معلول في التلت الاخير مؤثر قوي في كره القدم. ممكن على حسب ما هو الكابتن، خلي بالك ممكن كل ثلاث هجمات يطلع هجمه. ممكن أنا يعني اللي هو ان انا مش طول الوقت اوصل للسبرنت. يعني بص يا كابتن هاني، اللي بيقوله الكابتن ماهر ده انا موافق انه يكون وصل عند منذر الكبير. الاحساس بتاع الكابتن ماهر يكون وصل له ان علي مش هيزيد، علي مش هيوصل للتلت الهجومي، انا عايز علي كل اربع طلعات
واحده ايجابيه بالظبط. وبعد كده بالظبط الراجل بيعمل، لو خدت بالك كابتن هاني في نص الملعب بيقول الو ديانج ايه، كل اربع هجمات اعمل لي واحده عنتريه بكورتك. اه يعني اقطع خد خد مساحه، اقطع بالمساحه، اعمل دريبل وزي ما انت عايز، زود وسدد وزيد زي ما انت عايز، انا مديك اريحيه في ده. ويمكن ده شفناه في تطور امكانيات الو ديانج. هو نفس الكلام علي معلول، هو الفكر كولر لدراسته المنذر الكبير ان الاداء كله هيبقى جهه عالي، يبقى انا هقول لعلي اشتغل لغايه نص الملعب وسيب حسين يبقى عنده الحريه بميلان حمدي فتحي. واحنا زادت عندنا هاني يا عمرو في الفتره الاخيره التحرك من غير كوره طبعا. دي كمان مهمه جدا، ان كمان لعيبه النادي يعني الاهلي بدات تخلق لنفسها حلول من خلال التحرك من غير كوره. تقدر تعمل اصعب حاجه يعني. في عز ما انت بتعمل الشق الهجومي عندك امكانيات للشق الدفاعي، وده شفناه في ماتش بيراميدز. حسين الشحات واقف تحت العارضه بالامكانيات دي، بالرقود ده، بالثبات ده، لو فكر فيها في رجله تقلش، لو فكر باي حاجه تانية تخبط في الشناوي وتخش. راجل بيامن الحته بالروح والقلب، هي دي روح يا كابتن. الماتش ده روح الفانيلا بقى، روح الفانيلا والدوافع اللي احنا. طيب قبل ما ننهي يا كابتن ماهر، كلمه من حضرتك طبعا للاعيبه النادي الاهلي بكره، ورساله من حضرتك وتوقعاتك لمباراه بكره ان شاء الله. يعني عايز اقول ان مش عايزين تسرع، الماتش هيبقى عصبي، ممكن صحيح. يبقى مقفول، فالحلول ممكن في بدايه المباراه ما تبقاش حسب يعني استراتيجيتنا، او حسب احنا نحط ايدينا على المباراه 90 دقيقه. طبعا اكيد مستر كولر محافظ اللعيبه ان هتتقسم ربع ساعه في ربع ساعه في ربع ساعه. عايزين نستغل طبعا هتافات الجماهير من بدايه المباراه، عايزين نضغط على الرجاء من بدايه المباراه، عشان قلنا لما بنجيب جول في اول ربع ساعه وثلث ساعه بيتفتح الجيم، بيدينا ثقه وبيدي ثقه للعيبه وللجهاز الفني. كابتن عمر، استغلال كل فرصه موجوده بايجابيتها للعيبه النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي مساند من اول دقيقه لاخر دقيقه، اللعيبه على قد فكر كولر، انت المتطور داخل الملعب، انت اللي بتطور الاداء، انت اللي بتطور الشغل، هو مجرد بيشرح على قد امكانياتك في التمرين، هو واثق فيها، انت بقى كافئ نفسك، ما تستعجلش، استفاد من الفرص. برضو تاني اهم نقطه، البرواز شباكي، ما تستقبلش اي صداع يدخلني في ضغط عصبي، عايز تعادل ومكسب. ايجابيتك ان شاء الله النادي الاهلي فوق الهدفين، انا متاكد النادي الاهلي هيكون ايجابي بعد 2-0 باذن الله ان شاء الله. كابتن ماهر شرفتنا ونورتنا، كل سنه وحضرتك طيب، وان شاء الله باذن الله يكون بكره يوم سعيد علينا كلنا. شكرا جزيلا. شكرا كابتن ماهر. كابتن عمرو حديدي حبيبي يا كابتن، انا بشكرك على وجودك وتحليل اكتر من رائع، ودايما بتنورنا ان شاء الله. عايزين حاجه واحده بس، يعيدوا علينا بفرحتنا ان شاء الله. احلى عاديه ان شاء الله. انا متفائل باذن الله كابتن، انا متفائل. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده، كل التوفيق ان شاء الله لفرقتنا بكره بالفوز ان شاء الله، والوصول لابعد نقطه، والوصول للنهائي والفوز بالبطوله ان شاء الله. لكن خلينا ناخدها يعني خطوه خطوه. كل سنه وحضراتكم طيبين تاني باعياد عيد الفطر المبارك، وان شاء الله بكره ليله سعيده للاهلاويه والمصريين. تصبحوا على خير.